سيفتي ستوك اس، والايكونوميكال اوردر كوانتيتي هتبقى من فوق الستوك ده، لان الستوك ده مش مفروض ان احنا نستخدمه، وهتبقى دي الكيو عندنا، وهنبتدي نسحب لغايه لما نوصل السيفتي ستوك، وبنعيد الطلب مره ثانيه ونطلع ونملى ونعيد الطلب مره ثالثه and so on، فبيطلع بالطريقه دي. ويبقى عندنا هنا الافريج ستوك ما هوش كيو على 2، اصبح كيو على 2 زائد اس، لان الاس دي موجوده بصفه دايمه فهي هتزود لي فاذا حسبنا دي التكلفه بتاعه التخزين، هندخل فيها بقى في الحاله دي تكلفه تخزين السيفتي ستوك. طيب احنا نعرف بقى السيفتي ستوك دي قد ايه، يعني فلنفرض مثلا ان كيو دي كانت 1000 مثلا، هيجيب 1000 يونت each batch، فاذا كانت السيفتي ولتكن 100 يبقى كان هيبقى دي 1100، ويبقى النقط عندنا اللي احنا بنسميها في الجراف ده، النقطة دي اسمها الماكسيمم انفنتوري. ممكن يسألك يقول لك الماكسيمم انفنتوري هيبقى كام، فهتبقى عبارة عن 1100 ده الماكسيمم انفنتوري، وده المينيمم انفنتوري. في الحالة اللي قبليها كان مينيمم انفنتوري كان بيساوي صفر، وده الافريج او الافريج ده هيبقى الافريج. وبعدين عندنا في عملية ري اوردرينج بتاخد سيرتن تايم، وليكن ده التايم بتاع عمليات الريبلانشمنت، او سواء كان بقى الريبلانشمنت دون عن طريق التصنيع او عن طريق whatever، ممكن يكون عن طريق الشراء كخامات او components او whatever، ممكن يكون بيجيبها جاهزة، وده اللي بيسموه اللييد تايم. وليه سموا ليد تايم هنا اهو؟ علشان التايم ده انكلودز اول الاكتيفيتيز اللي هتتم من ساعه الطلب لاصدار امر التوريد لعمليات الطرح والى اخره، لغايه لما توصل البضاعه في المخزن. فاحنا لو تصورنا عندنا المخزن كده اهو، مساحه كده اهو، مساحة كده، وهنقول إن في هنا منطقة بتبقى موجودة في الأول، وأدي باب المخزن مثلا، هيبقى عندنا بابين، باب هنا وباب هنا، ده الستور أو الوير هاوس. كلمة ستور ده يعني مخزن، والوير هاوس يعني مستودع. فالمستودع دايما بيبقى أكبر من المخزن فإنه بيحتوي على أصناف، وممكن المستودع ده يدي لمخازن، يعني ممكن يكون في مخزن تاني كده بياخد من المستودع ده، ومخزن تاني برضه بياخد من المستودع ده، فإنه بيخزن فيه كميات كبيرة وبعدين بيرجع يوزعها على نقط تانية. البضاعة اللي جت بقى على اللوري دي جت عربية كده اهو الساعة 1 بالليل وعليها شوية بضاعة، والسواق ده ملوش دعوة بأي حاجة خالص، نزل السواق لأمين المخزن إذا كان موجود، ملقاش أمين المخزن، لقى الغفير بتاع بتاع الشركة، فيقول له انا جيت وعاوز انزل البضاعه، يقول له نزل البضاعه ان هو على مسؤوليتك في الحته دي. البضاعه دي تيجي معاها ورق اللي هو البيل اوف ليدنج
والباكينج ليست والحاجات اللي موجودة، أوراق دي يعني هم اللي بيخلصوا بيها عمليات المستحقات للموردين والكلام اللي زي ده. لما اتحطت البضاعة هنا اهو، الاريا دي الأحيان ترانزيت اريا أو اريا ترانزيت قبل ما تدخل المخزن، قبل ما تدخل المخزن، أو يسموها المارشلينج اريا. مارشلينج اريا مش عارف أكتبها طبعا، مارشل اس اتش اي ال اي ان جي. فيجي الصبح الراجل بتاع المخزن أو يكون هو موجود واستلم دولة البضاعة دي، بيستلمها استلام مظهري، يعني بالشكل مثلا هيقول أنا استلمت 100 صندوق مثلا، كان فيهم 5 مكسورين يسموها فيها عورية، ده من ناحية الشكل، لكن هو ملوش دعوة جوه الصندوق في ايه. امال الحتة دي ايه؟ الحتة دي موجودة فقط عشان التخزين المؤقت قبل ما يسمح للبضاعة دي لدخول المخزن. مين اللي يسمح للبضاعة بدخول المخزن؟ امين المخزن اللي هو اللي اسمه الستور كيبر. الستور كيبر هو اللي يدخلها. كي دي ودي اي اي زي ما يكون بقى سكيب كيبر وخلاص، زي جون كيبر كده. يدخلها بناء على ايه؟ يدخلها بناء على البيرشيس اوردر اللي هو طلب الشراء او امر الشراء اللي هو صدر للمورد، وبناء على الباكينج ليست اللي موجوده، وبناء على البيل اوف ليدنج، وبناء على شوية أوراق. تشكل بقى لجنة من 3، واحد من الجهة الطالبة إذا كان هنا في إدارة أو ورشة من الورش وركشوب هنا هو طالب، فنجيب واحد من عندهم يشترك في اللجنة عشان يبقى يعمل فحص، فإذا الحاجات دي مش هتدخل المخزن إلا لما تتفحص. واحد يجي من الإدارة المالية، واحد يجي اللي هو امين المخزن الستور كيبر. الثلاثه دول على الاقل بيشكلوا اللجنه اللي تفحص عشان تقول ده سليم ولا معيب، ونسبه السليم ونسبه المعيب قد ايه، عشان ترجع الفاينانشال ديبارتمنت تطالب المورد بتعويض التالف او ان هي تخصمها من حساباته بصورة أو بأخرى. فهنا بقى في الحالة دي الراجل الستور كيبر هيبقى عنده فرز الحاجات دي إلى 100 سلام دول والخمسة دول، ويسيب الخمسة اللي مش سلام دول يا في مخزن تاني اسمه مخزن التالف، يا إما يحطهم في المارشلينج إيريا يستنوا المورد لما يجي يسحبها. واللي فاضلين ال 95 اللي فضلوا دول يعمل لهم اجراءات دخول مخزن، فبيعمل هنا اذون اضافه للمخزن، يعني يسمح ليها ان البضاعه دي تترص جوه المخزن. طيب المخزن ده بقى شكله ايه عشان يطبق الكلام اللي موجود ده؟ المخزن ده فلنفترض ان هو عباره عن مجموعة شيلفز، يعني رفوف، وعلى الرفوف دي دي الأرض بتاعت المخزن، وعلى الرفوف دي بيحط هنا الصناديق بيرصها. زي ما انتم شايفين كده الحتة دي يسموها العين، عين لان عامله زي ايه فتحه كده، عين جوه الايه طبعا ده بيبقى طيب. العين دي يعني يسموها بالانجليزي بين،
البين ده بيحط عليه كارت، عليه شوية بيانات. البيانات اللي موجودة ده هو اسم الصنف ورقم الكود بتاع الصنف والوحدات اللي بيستلم بيها الصنف، لأن هو بيستلم بوحدات وبيصرف بوحدات تانية. يعني ممكن لو جاله حديد ياخده بالطن ويصرفه بالمتر، لو جاله مسامير ممكن يستلمها برضه بالكيلو ويسلمها بالكيس أو يسلمها بالوحدة. فإذا وحدة الاستلام غير وحدة الصرف، ممكن تختلف عن الاثنين عن بعضهم، لكن الاثنين بيكملوا بعض بصفة عامة. فبنكتب بقى وحدة الصرف ووحدة الاستلام اللي موجودة، والشيت ده بينقسم لإيه؟ لحتتين. حتة بتبقى من فوق كده يسموها تاج، بيكتب في التاج ده البيانات الأساسية ليه اسم الصنف والكود ومش عارف ايه ووحدة الصرف والقياس، زائد يكتب بقى الحد الأقصى للتخزين ماكسيموم ستوك قد ايه، ماكسيموم ستوك، والحد الأدنى المينيموم ستوك، ويكتب كمان الايه الايكونوميكال اوردر كوانتيتي، بيشتري كميات شكلها ايه، والري اوردر او الليد تايم. ده كل ده هيبقى موجود في التاج. هذه البيانات ثابته لا تتغير. نيجي بقى الجزء التحتاني ده، ده فيه بيانات متغيره. ايه البيانات المتغيره؟ هم ثلاث حاجات: استلمت كميه قد ايه، صرفت منها قد ايه، والرصيد اللي موجود او البالانس اللي موجود قد ايه. طبعا في حاجه كمان رابعه بتبقى موجوده اللي هي بتبقى ريماركس، تقول يعني الريماركس دي هنعمل فيها ايه. عموما احنا عندنا اي سيستم بيبقى محتاج انك تحط ريماركس بنقول هذا السيستم ضعيف لانه ما غطاش كل الاحتمالات، وبالتالي هو مضطر يحط ريماركس لان في حاجات فاتت عليه. فهنا ده بيبقى جدول، جدول كده اهو. الجدول ده مهم قوي، بيكتب هنا سيريال نمبر اللي هو رقم الحركة اللي موجود، وليكن 1 2 3، وبعدين بيكتب هنا الدوكيمنت نمبر، رقم الدوكيمنت. الكلام ده طبعا مهم جدا، مش بس عشان الماليات وعشان المخازن وبتاع، حتى عشان الجودة، عشان في حاجة اسمها في الجودة التريسيبيليتي في الكواليتي سيستمز. فبنعمل تريسيبيليتي نعرف دي كانت اني باتش جايه منين، من عند اني مورد، يوم ايه، الساعه كذا وبتاع، اذا حصل فيه اي حاجه. ولما يجي يصرف برضو بتحتاجها في الايه، في الريكول، اذا كان البضاعه اللي انا صرفتها من المخزن كان فيها عيوب، مثلا عربيه فراملها اللي بطلعها طلع فيها كل عيب في الفرامل، فعاوز اجمع كل العربيات اللي طلعت دي، فبعمل حاجه اسمها ايه، ريكول. فالريكول ده بيحتاج يعرف اديك خد مين اللي اخد ايه منين وازاي وكاتب انهي دوكيمنت من دوكيمنتس. فهنا في رقم دوكيمنت، الدوكيمنت دي ممكن تكون يا ريسيفنج يا ايشوينج، يعني يا استلام يا اما صرف. فده رقم داخلي. وبعدين عندنا اول خانه بنحط فيها ريسيفد، اللي هي حاجه اللي جت ريسيفد، وبعدين نعمل عندنا خانة تانية issued، وبعدين عندنا خانة تالتة البالانس اللي هو الرصيد، والخانة الرابعة اللي هي remarks اللي احنا عيبنا عليها دلوقتي، ولكن هنلاقي لها ايه مبرر. طيب هنا بقى هيجي هنا بقى في طبعا خانة تانية أنا نسيت أحطها اللي هي ديت،
التاريخ. فبتاريخ كذا مثلا 1/1 جت كمية 1000، وكان ما عنديش في البالانس حاجة، أصبح البالانس الموجود عندي 1000. تاني ترانزاكشن جالي مستند برضو كده بتاريخ مش عارف ايه، صرفت من مخزن 500، فأصبح الرصيد اللي موجود عندي 500. الرقم 500 ده يهم مين؟ يهم أمين المخزن، عشان لو حد طلب منه أي كمية تصرف بعد كده عارف إن عنده رصيد اسمه 500 يقدر يصرف منه ال 500 دول. جم بقى جات لي بضاعة تانية ب 1000 في تاريخ تاني، أصبح البالانس اللي عندي 1500. وقلت لك هنا هو في الريماركس، خلي بالك إن 1000 منهم بتوع محمد، أو يعني ديبارتمنت من ديبارتمنتس، أمر شغل، عقد معين، جايبين إيه 1000 إيه يونت، يبقى عنده الفرق. وده يسموه الرصيد الحر، يعني اللي يقدر يتصرف فيه هم ما زالوا 500، ولكن ال1000 دول محجوزين. يبقى الريماركس دي هنا بيعمل فيها حجز، ريزيرفد، دي ريزيرفد لامر شغل، وبيكتب ال1000 امر الشغل ده رقم كذا او الكونتراكت رقم كذا عشان يبقى ريفرنس بالنسبه له. يبقى اللي جاب ال1000 ده جابها لعمليه معينه مش عاوز حد ياخدها منه، وهو يبقى الرصيد الحر او الفري ستوك اللي موجود عنده هو يبقى الايه ال 500. ده اللي هنسميه بقى بطاقة العين. كل ما يحصل اكشن ترانزاكشن يبقى هيضيف هنا ايه البيانات، ويعمل تريسينج للبالانس اللي موجود. نفس بقى الحكاية دي بتتكرر تاني عند حد تاني، وهنا قلنا في فوق التاج، والتاج ده اللي هو بيتكتب فيه كل البيانات الثابتة الخاصة بالمنتج. الراجل بتاع المخزن بيصرف بناء على مستند، والمستند ده بيبقى مكتوب فيه أمر الشغل اللي هو بيصرف عليه، وتاريخ الصرف المطلوب، وتاريخ الصرف الفعلي، وكمية المصروفة، وكمية السليمة، وكمية المعيبة، وهند سو. بس هو اللي كتبه هنا هو ده أكيد الكميات كلها سليمة، لأنه ما دخلش المخزن إلا الكميات السليمة. أول ما يصرف هيصرف بنموذج، نموذج صرف، علشان هو لازم لما يصرف تتحول الفلوس بتاعت المخزن اللي هنا دي من حساب المخازن لحساب ديبارتمنت من ديبارتمنت، ولتكن دي مثلا ديبارتمنت بتاعت الويلدنج مثلا. فبنقوم من حساب المخزن الفلاني الى حساب الايه؟ اكن الفلوس اللي كانت هنا راحت هنا. وبعدين بعد ما هيشغل هيقوم من حساب الويلدنج لحساب الايه؟ مثلا الجرايندنج، ومن حساب الجرايندنج يروح لحساب، تفضل على الحسابات دي لغايه لما تطلع للعميل. طيب هنا بقى عشان يكلف امر الشغل اللي هو جاله ده، فمفروض يعرف هم لما صرف ال 500 دول كانوا سعرهم كام. فبتاع حسابات المخازن اللي هي الستورز اكاونتنج بيبقى عنده زي البين بالظبط ده، ولكن كل واحده من دول لما نيجي ما هو نعمل كده اكنه عند واحد تاني، ونفس القصه هنا. دي بقى الريسيفت هتتقسم لتلات خانات، خانه 2 3، والاشد برضه هتتقسم لثلاث خانات، والبالانس
عنده 3 خانات. الخانة الأولانية في كل واحدة هيبقى فيها الكوانتيتي اللي هي فوق عندنا زيه بالظبط، اللي هي مثلا 1000، وبعدين هنا اليونت كوست. وبعدين التالتة دي التوتال. فهو لما جاه عرف 1000 جاله بكام؟ جاله 1000 الوحدة ب10، فإذا هيبقى عنده هنا فلوس مقدارها 10,000. يبقى بتاع المخزن شغال وحدات، وبتاع بتاع حسابات المخازن اللي هو الستورز اكاونتنج شغال فلوس، بحولها لايه؟ لفلوس. طب وهو شغال هنا سماها بين كارد، هنا يسميها ايه؟ بيسميها ليدجر كارد. ليدجر كارد، فده حاجة محاسبية. بالانس هنا بالفلوس. سريعا كده، طب هو هيحسبها بكام؟ ده دي كانت الوحدة هنا جاية ب10، الألف التانيين اللي جم دول جم الوحدة بتاعتهم ب15، ومش كله زي بعضه. هنا يبقى دول بدل 10,000 بقوا 15,000. طيب يعني هنا الوحدة كانت ب15 وهنا الوحدة ب10، يحاسب على ايه؟ على العشرة اللي طلع، يحاسب على ايه؟ على 10 ولا على 15؟ ففي نظم للايه؟ للصرف، اللي هي يسموها فيرست كام فيرست سيرفد. اللي جه الاول يصرف الاول، فاللي جه الاول وجه صرف الاول كان اللي جاله الاول ب10، يبقى يفضل يصرف يصرف لغاية لما بيخلص ال10 ده، وبعدين يبقى يصرف بال15. فدي طريقة. وفي طريقة تانية اسمها الفايفو. فيرست ان فيرست اوت، اللي جاله الاول يصرف الاول، فهيصرف من 10 وهنا يصرف من 15. وفي حاجه اسمها لاست ان فيرست اوت، لاست ان لايفو، اللي جاله في اللي جاله في الاخر نصف، نصف من اللي جاله في الاخر السعر بتاعه، يبقى نصف هنا من 15 او افريج. فيحسب هنا كان عنده 10,000 وعنده 15,000، يقسم الاثنين ويبقى عنده سعر الوحدة 12.5 أو ستاندرد. ستاندرد معناه أنا بصرف على طول ب20، هو ده اللي أنا عندي، ما حدش يكلمني، أنا بصرف على طول بإيه؟ ب20. طب وأنا بصرف ليه؟ ب10 او 15 او 20، لان التكلفه دي هتروح على فين؟ على امر الشغل. فامر الشغل اللي كان طالع بالعمليه دي اول حاجه هياخدها اللي اتكلف قد ايه؟ الخامات اللي طلعت من المخزن، هي طلعت اتكلفت على انها 15 جنيه كيلو ولا على اساس انها 10 جنيه كيلو، فهو بيطبق نظام محاسبي معين هو ده اللي بيحسب على اساسه. الحدوته دي حدوته كبيره طبعا، هي ما فيش وقت ليها خالص، لكن يعني كان ايه ممكن ان احنا، انا بس حبيت يعني ايه انوركم بيها عشان لما تتخرج وتشتغل في حته تبقى فاهم ان في قصص في الموضوع ده مهمه جدا، والنظام المحاسبي هو النظام الكنترولينج كل حاجه جوه المصنع، فهو بيحول الكلام. طب ليه الراجل ده ما عرفش ان دي ب10؟ هو يمكن يكون عارف انها ب10 بس هو
انك عندك حاجة ب 10,000 جنيه لحسن يروح يسرقها، لكن هنا ده يهمه الفلوس لانه هيحاسب عليها اوامر الشغل اللي موجودة. فدي ليها وظيفة ودي ليها وظيفة تانية. طب لما يجي يعمل جرد، هيجي يعمل جرد على العدد، ما بيعملش جرد على القيمة. طب ومين اللي بيعمل الجرد؟ واحد من الإدارة المالية يكون في الجرد لأنه بيطابق الدفاتر بتاعته بالحاجات دي. التاني بقى يخاف من العملية دي كمان، فهو وهو داخل المخزن هنا أهو قال لك أنا هسجل على الكين كارد اللي موجود هنا، لكن في نفس الوقت خلي بالك بس عشان المصطلحات دي، هسجلها في دفتر دخول الخامات للمخزن، وزيه في دفتر تاني لخروج الخامات من المخزن، واحد للدخول واحد للخروج. ايه الدخول والخروج ده؟ يسموه لوج بوك. لوج بوك ده يعني اليومية بتاعته، كل يوم بيكتب ايه اللي جاء وايه اللي راح وكميات اللي جات وكان قد ايه معيب وقد ايه ومين اللي استلم وكلام من ده. فلو حصل عكس بيشوف هل اللي جه كان سليم كده وتسجل هنا سليم ولا كان في عيب، واللي اتسجل عنده واللي اتسجل عند الراجل بتاع الماليه ده كان سليم ولا مش سليم، والعد اللي كان موجود ده سليم ولا مش سليم، وهل موجوده في مخازن تانيه في مكان اخر، او تكون ممكن دي معدات كانت معاره للغير خارج الايه؟ خارج المصنع. حدوته طويله جدا يعني يصعب ان نتكلم فيها. بس هو احدى البيانات اللي موجوده عنده انه عنده هنا المينيمم ستوك موجود، يقول له خلي بالك المينيمم بتاعك 100 اللي احنا عملناهم هنا 100 دول، وخلي بالك الماكسيمم بتاعك كده، وخلي بالك الري اوردر بتاعك عند 350 مثلا. يبقى كل البيانات دي موجوده، هو بيتابع. طبعا لما بقى الكمبيوتر ده هو اللي بيشتغل، فاصبح المتابعه دي كلها على الايه؟ على الكمبيوتر. يبقى الكارت ده ممكن ما يكونش موجود خالص، لكن الدفاتر بتبقى موجوده، انا مكتوبه بخط الايد، وتثبت دخول وخروج الايه؟ البضاعه منها. ربخنا الدنيا. طيب مش مهم، على كل حال الايه؟ السيفتي ستوك احنا ممكن امسح ده. زي ما انتم شايفين كده انه اكمن الديماند از فاريبل، ودي قلنا عليها المرة اللي فاتت، معناه ممكن معدل الاستخدام أعلى شوية من معدل المقنع بتاع الاستخدام، يعني لما استخدم 10 في اليوم استخدمت 11، استخدمت يا الطلب زاد فعملت أكتر فأخدت خامات أكتر فخلصت الخامات بتاعتي بسرعة، يا عملت يا إما كان في نسبة معيب طلعت في عمليات الإنتاج فعوضتها بأن أنا صرفت كمية تانية وهكذا. إذا ممكن يكون معدل السحب أعلى من معدل المقنن بتاعه. طيب زي ما احنا قلنا بقى كده إنه هو عاوز يجيب هنا، عاوز يجيب بقى امتى يعيد الطلب. فاحنا فهمنا انه عنده حتى من غير السيفتي ستوب دلوقتي هيعيد الطلب امتى؟ الري اوردر بوينت اللي هي دي. طبعا هو عشان يعمل ري اوردر لازم يكون النقطة دي تكفي الليد تايم اللي هو من ساعة ما يطلب لغاية لما توصل البضاعة. لو ما كفتش يبقى أكنها ممكن تخلص بدري أو ممكن تخلص واخر. لكن هي هتبقى عبارة عن إيه؟ معدل الديماند
خلال فترة الانتظار اللي هي ال LT lead time مضروبة في ال lead time. يعني لو كان عندي بستخدم 10 يونتس في اليوم وال lead time بتاعي كان 10 أو 100 يوم، يبقى ال reorder point عبارة عن 1000 يونت، كانت هتبقى دي 1000 يونت. والفترة اللي تي دي كانت هتساوي هنا هو تاخد 100 يوم، والمعدل ده هنا هو ثابت 10 بير دي. يبقى ده هنحدد منها الراب اللي هي ال reorder point. طيب يبقى المشكلة اللي هتظهر لنا دي افتكر ان احنا مرة، المشكلة اللي هتقابلنا دايما انه الديماند از نوت كونستنت، هو بيتغير يعني كل يوم والتاني، ممكن يوم يطلب 11 مليون 12، يوم يطلب 8 يطلب 9، فمش كل يوم زي التاني، لكن هو الافريج بتاعه هو اللي تقريبا بيديني خط مستقيم. طب ايه بقى اللي يحصل لو الحتة دي اللي هي بتاعت الري اوردر حصل فيها ان الديماند تراخى الفاريبل؟ طيب او الليد تايم كان فاريبل، كان يحصل ايه؟ تأثيره ايه على ده؟ ايه اللي يحكمني؟ اللي بيحكمني بعض الميجرز اللي احنا قلناها قبل كده. انا عاوز احقق سيرفيس ليفل قد ايه؟ السيرفيس ليفل معناها ان انا هيكون عندي ريسك قد ايه في ان يبقى عندي ستوك اوت. ستوك اوت دي معناها ان ما عنديش بضاعه، فانا ممكن يكون مثلا ممكن يعني اقايس ب 3% او 4%، وبالتالي هتبقى ريسك 4% وهتبقى السيرفيس ليفل بتاعتي 96. فلو اخدناها على الليد تايم 96% من المرات بعرض في نفس الميعاد. لو اخدناها على الكميه اللي هي الريت اوف ديماند اللي موجود، يبقى معناها انه 96% من المرات بيكون الديماند في الحدود كذا، وعندي ريسك 3% او 4% انه اللي موجود ما يكفيش. فانا عاوز احسب بقى السيفتي ستوك اللي تخليني تكفيني. بتاع راحت سيفتي ستوك، فيبقى ال R و P. طبعا احنا اول ما يبقى عندنا probability ما بنقولش average، نقول هنا دايما ايه expected. ال probability بيبقى expected، يبقى expected demand during lead time. expected demand ده اللي هو هيبقى الجزء ده during lead time، زائد safety stock اللي هتبقى ايه الجزء التحتاني ده. سيفتي ستوك بتزيد كل ما كان الليد تايم بيزيد، السيفتي ستوك بتزيد كل ما كان الريسك المقبوله بتقل، بتزيد كل ما كان الفاريابيلتي اعلى، وهكذا. يعني طبعا هتخش فيها العوامل دي. تعالوا نشوف الحالة بتاعتنا الأولانية. احنا قلنا دي عملناها دي المرة اللي فاتت، دي خلصناها، دي عملناها. دي لما تكون نون cost of stock out معروف، ممكن تتحسب. عندنا بقى كذا موديل. الموديل الاولاني ان الديماند during lead time الوحيد الفاريبل. احنا قلنا ايه؟ عندنا حاجتين، يا lead time variable يا الديماند يبقى variable. فعندنا ثلاث حالات، ودي الحاله الرابعه اللي انا هقولها دلوقتي. الحاله الرابعه
بس ثلاث حالات التانيين هنبص عليهم على اساس ان الديماند بيتغير، ها، ومره الايه الليد تايم يتغير، ومره الاثنين يتغيروا. بس اني ديماند هو ده السؤال. ادي الديماند اهو اللي بيتغير اهو. هنا في الحاله دي الديماند اللي بيتغير اللي هو الديماند بصفه عامه، يعني from الفاليو دي سيفتي ستوك زائد الكيو او لغايه لما نوصل لغايه النقطه اللي تحت. يعني هو ليه هنا من اول هنا لهنا هيبقى له بالطريقه دي افريج. لا بتروح فين؟ هيبقى له افريج فاليو لدول من اول هنا لغايه هنا، وممكن الافريج فاليو دي تزيد او تنقص على مثلا نورمال ديستريبيوشن. بص بالطريقه دي فممكن تزيد قوي بحيث ان هي عندي عاوز الريسك هنا مثلا 3%، هيبقى الباقي الاريا اللي اندر الكيرف كلها هتبقى 97%. هنا الحالة دي ان الديماند ثابت الفاريابيليتي بتاعته من الاول للاخر. طيب نبص بقى للحالة اللي احنا فيها دلوقتي هتبقى شكلها ايه. لا احنا ملناش دعوة بالديماند اللي موجود خلال دي المنطقة دي، مش هتدخل معانا في الاعتبار. ليه ما تدخلش معانا في الاعتبار؟ لانه لو زاد كده اهو ما عنديش مشكلة، لان هعيد الطلب في الحتة دي، ولو قل كده اهو هعيد الطلب في النقطة دي، فمش هناخد دي. المهم هو الفاريشن اللي بيحصل في المنطقة دي، فإذا الفاريشن ده هو اللي هاخده في الاعتبار. فأنا هقول هنا إن الديماند during lead time، يعني هنا الديماند during lead time is the only variable، ما قالش الديماند is الايه الاونلي variable. الديماند هيبقى من الاول للاخر حاجه ثابته، لكن ده بس في lead time. فهنا هيبقى عندك ال ROP عباره عن expected demand زائد، طبعا من الرسمه اياها دي فين هي، انه هنا ده الريسك كده، والباقي دون الاريا دي، خلي بالك الاريا دي كلها ماشيه كده. ده هيبقى هنا ال ROP عباره عن ال expected demand اللي هو الافريج اللي موجود ده، زائد السيفتي ستوك اللي هي الحته دي. والسيفتي ستوك دي عباره عن زد، عدد من الزد مضروبه في السيجما اللي هي الايه الستاندرد ديفيشن. فاحنا يبقى عندنا هنا دي هتبقى سيجما بتاعه الديماند في الليد تايم، امال بعد كده هيبقى ايه؟ لا هتبقى سيجما الديماند بس، مش ديورنج الليد تايم. يبقى في الحاله دي هتبقى الايكويشن اللي احنا نستخدمها خلي بالك انه زي ما احنا شايفين كده في الرسمه اللي فاتت، ان هو ده ديستريبيوشن اهو، في كل يوم عندي ديستريبيوشن او باخد من ديستريبيوشن سيرتن فاليو. فممكن يكون عندي الديستريبيوشن بتاع اليوم الاولاني اخدت منه ايه، زائد الثاني زائد الثالث. مثلا عندنا ثلاث ايام ده الليد تايم، فالافريج بتاع الليد تايم كان 75، فالثلاث ايام
هيبقى عندي 225 اللي هو مجموعهم، وكانت السيجما في كل يوم كانت 15، بس هنا السيجما بقى للمجموعة هتطلع مختلفة، ممكن تطلع مثلا 26، لكن الأفريج بتاعنا هو 225 أو الإكسبكتد يعني. نشوف الإكزامبل ده كده. demand from sand رملة during lead time عندنا 50 طن. طيب normal distribution of 50 طن mean standard deviation 5 طن، يعني البتاع عاملة كده اهو، عندنا هنا 50 وعندنا السيجما بخمسة، وهنا الديستريبيوشن كده، والستوك اوت ريسك 3%، يعني عاوز هنا دي تبقى 3%، ويبقى السيرفيس ليفل بتاعنا 97%. طبعا هو سأل اول الزيت بتاعتنا تبقى بكام، اللي هي هنضربها هنا اهو زيت في الايه في السيجما، بس السيجما في الحالة بتاعتنا دي هو قال لك هنا ايه، ده الافريج، ده الديماند فروم ساند ديورينج الليد تايم، يعني في الحتة الاخرانية فقط لا غير، ويبقى السيجما دي النورمال ديستريبيوشن مين ستاندرد ديفيشن 5 دي بتاعت الديماند فقط لا غير during the time. والمسألة سهلة وبسيطة جدا، بس تعرف تنقي القانون اللي هتستخدمه، عشان كده انا بتقل على حتة ان دي during lead time، الباقي هيبقى during ايه the whole period. نجيبها منين؟ ازاي دي نجيبها منين بقى؟ طبعا احنا عندنا كام اللي هي المساحه دي، المساحه اللي عندنا دي 100، فهنيجي هنا ندور على 97% نلاقي ادي 9 6 9 3، هنا 9 7، هنا 9 6 9 9، يعني هي تقريبا هنا في دي الحتة دي، فعلا هي الحتة دي. هنيجي نقرا الأفق بتاعنا 1.8 ونكمل عليها 8.08 من فوق، هيبقى 1.88. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الزد تساوي 1.88، وده السيرفيس ليفل اللي هو 1 ناقص 0.03 اللي هي 97%، اللي هي سيفتي ستوك في هذه الحالة هيبقى زد مضروبة في دي سيجما دي during lead time يبقى 1.885، يبقى كان السيفتي ستوك 9.4، يبقى ال ROP عبارة عن الافريج زائد اللي هو الافريج دون زائد الحتة دي اللي هي عدد الزيتس مضروبة في الـ standard deviation اللي هي 9.4، يبقى كأنه الـ reorder point بتاعتنا 59.4، يعني كده اهو دي الـ reorder point بتاعتنا، هنا دي 59.4، والسيفتي ستوك احنا حسبناها اللي هي طلعت 9.4، يبقى دي هنا 9.4 وهنا ده ايه 59.4. يبقى ايه ده استاذ المدرب ده ايه؟
تاني موديل بقى الديماند از ذا اونلي فاريبل. الديماند از ذا اونلي فاريبل، يبقى الديماند بقى از اونلي فاريبل هتبقى السيجما بتاعه الديماند ديورنج ليد تايم هتضرب السيجما دي بتاعه الديماند مضروبه في الجذر التربيعي ال تي. واحد يقول لي ليه بقى بنضربها في الجذر التربيعي؟ انا مش عارف يعني ان هي ايه كده. والديماند هيبقى افريج ديماند، مش كده؟ افريج ديلي اور ويكلي ديماند. والستاندرد ديفيشن دي اللي هي بتاعت الايه بتاعها كلها على بعضيها، يبقى عندنا هنا دي نقدر نشوفها كان هتبقى ده القانون بتاعها، ده القانون بتاعها اهو مش اكتر من كده. افريج في الليد تايم زائد الزد في السكوير روت بتاع ال تي في سيجما دي. الموديل الثالث لو الليد تايم هو ذا اونلي فاريبل والديماند ثابت خط مستقيم، يعني الديماند اللي احنا كنا بنرسمه ديماند في المره اللي فاتت ده كده ده ثابت عندنا، ده ثابت 100%. المره اللي فاتت كان الديماند هو اللي بيتغير، المره دي لا ثابت، وبالتالي ديماند ديورنج الليد تايم هيبقى هو الديماند بتاع الليد تايم دي في الديماند بتاع الليد تايم دي ثابتة ما فيهاش افريج ولا حاجة. الليد تايم هو اللي ليه افريج فهنعملها ال تي بار زائد الزاد في دي في ال تي سيجما سيجما ال تي، فهيبقى ده القانون بتاعنا اللي بنستخدمه لو قالنا انه ده فقط لا غير هو الليد تايم اللي بيتغير. ويبقى عندنا اهو ده خط مستقيم. الموديل الرابع هيبقى الاثنين بيتغيروا، هيبقى عندنا السيجما بتاعه الديماند ديورنج ليد تايم تغير في الديماند وتغير في الليد تايم الاثنين اهو، ودي ال تي في سيجما سكوير دي ودي دي سكوير في سيجما ال تي سكوير، والري اوردر بوينت هتبقى بالقانون ده. طبعا هتقولوا بقى ايه والقوانين دي هنحفظها كالعادة يعني زي كل الطلبة بيقولوا كده يعني. لا ما تحفظها شدها لك يا سيدي ولا يهمك، يبقى اسمي بغششك. ناخد بقى example. ايه الاكزامبل ده بقى؟ بيقول مطعم restaurant uses an average of 50 jar of special sauce each week. يبقى ده average demand. طيب weekly usage of sauce has a standard deviation of 3 jar. طيب يبقى الخمسين دي ماشية على الكل بقى، ودي manager is willing to accept no more than 10% risk of stock out during lead time which is 2 weeks. lead time LT ب 2 weeks. assume the distribution of usage is normal. Which of the above formula is appropriate and why؟ اني بقى واحدة الليد تايم ثابت واضح انه 2 weeks، الديماند بيتغير واللي بيتغير ده بيتغير على من اوله لاخره، فده يبقى يعتبر الفورمولا الثانية هي اللي تمشي معانا مش اول واحدة تاني موديل. Determine the value of Z، هنطلع زد دي طبعا من التيبل وديترمن الار او بي. تعالوا نشوف عمل ايه.
عملش حاجة، محلهاش. لكن احنا كنا هنستخدم اللي فيها دي، كنا هنستخدم ده الافريج اللي هو قال عليه 50، مش قال 50 باين، والليد تايم كان ايه 3 باين، وهنطلع الزد من التيبل على اساس ان هي 0.9، ونجيب الجهاز التربيعي اللي تيجي نضرب في الايه في السيجما دي اللي هي مش عارف كانت كام، يعني حاجة بسيطة جدا مش فيهاش تعقيد. الستاندرد ديفيشن 3، وده الدي بار، والتن بيرسنت دي هنجيب بقى منها من التيب. في مثال تاني ظهر، شوفوا ده محلول ولا مش محلول. محلول. هنا ده عاملها فور variable demand، demand بيتغير اهو، و constant lead time يعني زي اللي فات. The housekeeping department of a motel uses approximately 400 توش كلاس بير داي، يستخدم 400 فوطه في اليوم. The actual number of tends to vary with the number of guests، بيتغير، يجي لك جست تديله فوطه، ما يجيلكش مش هتديله فوطه، ساعات يخش يستحمى على فوطه تانيه، يطلب الروم سيرفيس ويجيبوا له حاجه تانيه ولا اسمهم يعني. فاذا هنا ده بيتغير، ده الديماند عنده بيتغير ماشي. يوسج كان بي ابروكسيميتد باي نورمال ديستريبيوشن ذات هاز مين اوف 400، يبقى الدي بار 400، اند ستاندرد ديفيشن اللي هي السيجما دي فقط لا غير، ووش كلاس بير داي، لينن سبلاي ديليفرز تاولز اند ووش كلاس، لينن ده ماشي، وذ ليد تايم اوف 3 دايز، يبقى الليد تايم بتاعنا 3 دايز. If the motel policy is to maintain a stock out risk of 2%، يبقى service level 98%. What is the minimum number of wash cloths that must be hand on hand at reorder time and how much of that amount can be considered safety stock؟ سهلة قوي، إن إحنا عندنا الدي بار ب 400 والليد تايم ب 3 والسيجما دي ب 9 والريسك الداني ب 2، يعني معناها السيرفيس ليفل 100. هنجيب دي من الايه من التيبل، ويبقى الار او بي هناخد على طول الايه الايكويشن اللي هي دي بار مضروبه في الليد تايم 3 ايام، 3 ايام في 400 ب 1200، والزيت اللي هي طلعت من التيبل 2.055 مضروبه في السيجما، السيجما اللي هي اداها لنا ب 9 مضروبه في الجذر ال تي، ده جذر ال تي، يطلع لنا ده السيفتي ستوك، وده هو الافريج اللي موجود، فده يبقى ممكن تبقى اسمه سيفتي ستوك، والسيفتي ستوك قال لك حوالي 32، والري اوردر بوينت على بعضيها 1232 وش كلاس. بسيطة جدا. أو تيبو له اللي هو قلنا 90، 98 كانت ولا ايه؟ 98، 90، 98 اهي، هي دي هنشوف هو هياخد ايه، اخد دي ويبقى معنى او دي في الحالة دي ياخد الافرج بين الاتنين، فدي عند 2 يبقى هياخد 2، وياخد من هنا 0.05 وياخد 0.06، ويبقى عنده ياخد الافرج بتاع الاتنين اللي هي 0.55، ياخد الاتنين دول.
ويحسب الحسبة يطلع الـ إيه 2.055. رجع تاني برضو للموتيل ده، هنا هيدي لك بقى كونستانت ديماند، يبقى دي مش بار ولا حاجة، مش غير وفاليبل ليد تايم. طيب دي موتيل از ان ذا بريسيدنج اكزامبل يوزز ابروكسيمتلي 600 بارز اوف سوب، بيتكلم على الصابون بقى اتش داي، اند ذيس تنس تو بي فيرلي كونستنت. ليد تايم فور سوب delivery is normally distributed with a mean of 6 6 standard deviation، وعنده delivery في 2 days بتاع قصدي ال standard 2 days، المين ب 6 وال standard deviation 2. service level of 90%، يعني الريسك تبقى 10%. Find the ROP. How many day many days are on hand. نفس القصة، هيبقى عندنا هنا الديب 600 والسيرفيس ليفل 90، يعني الزد هتطلع ب 1.286، والستاندرد ديفيشن بتاع الليد تايم ب 2، هيعوض في الايكويشن دي اللي هي فيها average lead time مضروبة في الديماند اللي هو الثابت، والزد في lead time في الدي، يطلع له الجزء ده عبارة عن ال safety stock، والجزء ده عبارة عن ال average usage أثناء ال إيه ال safety stock أثناء ال reorder، يبقى عنده 5136 بار منهم. دول اللي هم السيفتي ستوك. السيفتي ستوك ده يكفيه كام يوم، تاخد انت او الروب ده يكفيه كام يوم، اللي هي الري اوردر بوينت اللي هم ال 1000 و5136، هنقسمهم على المعدل بتاع الاستخدام اللي هو 600، يكفوني 8 ايام و56% من الدين. ونفس القصة هنا دي 1.2 وفوق نجيب ال 0.28، ودي بقى variable demand مع rate مع ال variable lead time، يعني الاثنين مش واحدة بس. الموتيل ده replaces broken glasses at a rate of 25 per day. الزاز بيكسر عنده بقى كاسات وكوبايات وبتاع وكلام من ده. In the past this quantity has tended to vary normally and have a standard deviation of 3 glasses per day. Glasses are ordered from Cleveland supplier. Lead time is normally distributed with an average of 10. يبقى lead time ال average اللي هي LTVAR يساوي 10، والستاندرد ديفيشن بتاعت ال تي بيساوي 2، والتانية الجلاس بروكن ب 25 بير داي، يعني دي بار 25، وال standard deviation بتاع سيجما دي عبارة عن 3. خلاص انا معرفنا دول، وعندنا الايكويشن دي بتاع الجزء التربيعي وفيها سيجما سكوير ومش عارف ايه، نعوض فيها على طول. اهو ده بتاعت الليد تايم، وادي بتاعت الليد ديماند، وادي السيرفيس ليفل طلعنا منها الزيت تطلع بكام من التيبل، وعوضنا في الايه في الايكويشن دي، يطلع 334 ده الايه الري اوردر بوينت. نفس القصة
جبناها منين؟ بدي لك بقى انا التيبل ده في الامتحان عشان ايه، ربنا يسهل لك. ماشي، طيب حد عنده سؤال ولا مفيش أسئلة؟ ها آه. أيوة يا جماعة، في أسئلة ولا مفيش؟ لا تمام يا دكتور، بس هو كده التيبل بتاع حد الايكويشنز. يرد عليا كده مجاملة حتى؟ تمام يا دكتور، حضرتك سامعني كده؟ هسمعك. هو كده ماله الايكويشنز، تيبل؟ الايكويشنز بتاعت الار او بي كده كلها جيفن صح بكل انواعها؟ ما عدا النوع الاولاني اللي انا قلت عليه، اللي هو بس اللي بيدي لك الديماند، راح يدي لك الايه، ده constant demand الحالة العامة خالص، ودول التلات أخرانيين، دول التلاتة الأخرانيين. هو ده اللي باين قدامك ولا؟ تمام يا دكتور، تمام ماشي أوكي، ماشي. هو كده والأولانية دي اللي فيها السيجما demand during lead time، اللي هو بنحط فيها جاز ال تي، وإيه اللي حصل؟ شايفين كده، إحنا من أول الكورس قعدنا ناخد في حاجات، والخطوة اللي كل ما ناخد خطوة نتقدم خطوة بننسى الخطوة اللي قبليها، كل ما نتقدم خطوة ننسى الخطوة اللي قبليها. يعني عملنا فوركاستنج وأخدنا القيم اللي طلعت من الفوركاست ونسينا الفوركاست وأخباره إيه، وحددنا منه الكاباسيتي المطلوبة قد إيه للإنتاج. وبعدين اخدنا بقى الكباسيتي المطلوبه للانتاج، وعملنا جدول بتاع الديماند شكله ماشي ازاي، وطلعنا منه الايه الكباسيتي اجريجيت كاباسيتي اللي مطلوبه، ونسينا بقى الديماند ده كان ايه اصلا ولا فاكرينه خالص. هو دلوقتي بقى تحولت من ان انا عندي ديماند كم في مناطق وكميات وبجمع وبعمل واجيب ناس خبراء يدوني رأيهم، واخد رأي الإدارة واخد رأي العمال والبياعين، واعمل استاتستيكال، ومرة اعمل مش عارف ايه سموثنينج، ومرة اعمل نايف، ومرة اعمل دوشة. دي كلها نسيناها تماما خالص، واحنا طلعنا في الاخر عملنا ماستر برودكشن سكاديول. الماستر برودكشن سكاديول ده بيقول احنا هننتج كميات قد ايه اللي هتوفي بقى الديماند اللي احنا نسيناه. ودلوقتي بقى بدأنا في ان احنا نفكر، طب احنا هننتج ازاي؟ ما الانتاج ده بيبقى محتاج لريسورسز، الريسورسز دي يعني موارد زي ما قلنا. طب وايه الموارد اللي احنا محتاجينها؟ عاوزين عمالة، وعاوزين فلوس، وعاوزين مكان، وعاوزين آلات ومعدات، وعاوزين خامات، وعاوزين مش عارف ايه. اخطرهم
الخامات، لأنه الحدوتة التانية إحنا حسمناها بتاعة الأذر إيه ريسورسز المطلوبة. إزاي حسمناها؟ لو تفتكروا كده، يعني إحنا كنا بنقول عندنا سيستم كده، وعندنا شوية إنبوت وعندنا شوية أوتبوت، فإحنا جينا في وقت من الأوقات وأنا عارف أنا حابب أنتج إيه، المشروع بتاعي شكله إيه، وعندي استراتيجية موجودة ومتوقع مبيعاتي تزيد خلال 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين اللي جايين، وبناء عليه عملت الايه الكاباسيتي بلان، يعني حددت الكاباسيتي اللي مطلوبه احطها جوه المصنع. فاذا انا حطيت جوه المصنع دلوقتي اول فاسيليتي محسوبه على الاستراتيجيك ايه الاستراتيجيك فيجن اللي موجوده، بتقول ادي دي الماكينات اللي هي مطلوبه عشان تنتج لي الكميات اللي هي فور لونج رينج هتوصفها. طيب يعني ده انبوت، بس الانبوت ده بقى ايه اصله موجود عندي على طول، اللي هي الماشينز ده. انا بقى دلوقتي لما يجي لي شغل هوفق الشغل ده على الماشينز اللي موجوده واستخدمها اكبر استخدام، لكن ده حاجه موجوده اوريدي يعني. وجبت كمان عماله تشتغل، فالعمالة اللي موجودة دي أنا حسمتها برضو من الأول، قلت عندي كذا عامل بيشتغل في كذا وكذا عامل بيشتغل في كذا، فدي برضو تعتبر إحدى الريسورسز اللي هي محسومة عندي، خراطين وعندي فلزجية وعندي وعندي وعندي، فأصبح الهيومن ريسورسز دي محسومة من الأول هيومن ريسورسز. وعندي المكان بقى بالاستراكشر بتاعه والكلام ده محسوم آخر اللي هي الفاسيليتي، ومديت بقى مع الفاسيليتي دي خطوط غاز وخطوط هواء ومحابس وبويلرز حطيت، ومحطة توليد كهرباء، وعملت مش عارف ايه إدارة، وعملت مش عارف ايه، فدي كلها اليوتيليتيز موجودة ومحسومة من الأول في الديزاين الأولاني. إيه الديزاين الأولاني ده؟ اللي بنسميه إحنا إندستريال سولوشن، بعمل حل. الحل ده بحسب فيه عدد المكنات المطلوبة، وبحسب فيه عدد العمال، وبحسب فيه المساحات المطلوبة، ومساحات التخزين المطلوبة، ومساحات الباركينج المطلوبة، ومساحات الإدارة المطلوبة، ومش عارف إيه، بعمل كل الكلام ده يعني. ما فإذا دي كلها إنبوت، بس الانبوت ده انا بستخدمه بصفه مستمره يعني. امال ايه اللي بيتغير عندي بقى؟ اللي بيتغير عندي الماتيريال. كلمه ماتيريال قلنا دي كلمه عامه، يعني ممكن تكون كومبوننتس، ممكن تكون سبلايز، ممكن تكون رو ماتيريال، ممكن تكون اي حاجه، كل دي ماتيريالز موجوده. حتى الماتيريالز بقى فيها نوعين، في حاجه بيسموها ماتيريالز بس دي ستوك ايتم، وحاجة تانية يسموها نون ستوك ايتم. يعني ايه ستوك ايتم ونون ستوك ايتم؟ يعني ماتيريال لازم تكون موجودة بصفة دائمة، موجودة عندي جوه المخزن بستخدمها بصفة دائمة، دي يسموها ستوك ايتم. الماتيريال نون ستوك ايتم حاجات جبتها عشان شغلانة وبطلت اجيبها، مش بجيبهاش على طول. طيب الحاجات اللي ستوك ايتم دي لازم تكون لها مكان وديديكيتد جوه المخزن، واعرف اوصل له، وهخزن بقى موبيليتي، يعني حاطط اللوكيشن بتاع البضاعه جوه موبايل، يعني ممكن اخزن الحاجه دي في اكتر من مكان او وات ايفر، بس انا هتعرف عليها اجيبها منين، يا اما فيكسد لوكيشن وبتاع، وحددت الكلام ده كله من الاول. لكن اللي هي جاي عندي بصفه دايمه هي الماتيريال اللي بيتم عليها عمليات البروسيسنج من الانبوتس اللي انا اصلا مصممه وجبته عشان تطلع لي هنا ايه برودكتس. طب والماتيريال دي اجيبها منين؟ دول اشتريتهم بقى ودفعت فلوسهم خلاص، الحاجات اللي موجوده هنا. والماتيريال دي لا، ده انا عاوز اجيب لها فلوس.
هجيب لها فلوس منين بقى؟ يا اما من مبيعاتي، يا اما بقروض من البنوك، يا اما بسلف مش عارف منين، يا اما اضرب الارض واطلع بطيخ. المهم ان انا لازم ايه، امول الايه الماتيريالز اللي موجوده دي. والمخازن، المخازن لازم تكون فيها البضاعه او الخامات اللي انا بشتغل بيها على طول، اللي سميناها الستوك ايتمز. يبقى لازم دايما الستوك ايتمز تبقى ايه، ممولة وموجودة بصفة دائمة جوه الايه، جوه المخازن. طيب وبعدين بقى انا كل اللي عملته لغاية دلوقتي حاجتين. حاجة الاولانية، عرفت انا هنتج اند ايتم امتى، اللي هي جت في الام بي اس. اند ايتم امتى؟ الام بي اس بيديني هنا بيريد، بيريد واحد اتنين في ثلاثة أربعة وهكذا. هنتج اند ايتم هنا مين هو؟ ده برودكت اند ايتم. الاند ايتم ده ليه مخازن، فانا نظمت المخازن بتاعته سو فار. طيب والاند ايتم ده اتعمل منين؟ ده انا صنعت اجزاء وجمعت اجزاء مع اجزاء وشغلانه. طب وانا الماتيريالز اللي موجوده دي كلها موجوده في المخزن؟ طبعا ما فيش ماتيريال موجوده في المخزن بصفه دائمه، لانه هجيب باتشز وهتخلص الباتش واجيب واحده تانية. والحرفنه ان انا اعمل ريبلانشمنت للكميات المطلوبه دي، بس اعرف هطلب امتى. يبقى انا عاوز اعرف هطلب كميه قد ايه، وهطلب امتى، وين وي بليس ان اوردر، وانفذه ازاي، وهيوصل لي امتى، وادخله المخازن ازاي، واطلعه من المخازن ازاي. يبقى انا عاوز بقى ادخل في التفصيل بتاع الاند ايتم اللي انا شغال عليه هنا. هو ده ايه تفصيله الاند ايتم ده؟ الاند ايتم ده نرجع تاني للقصه اللي قلناها قبل كده، انه ده الاند ايتم، وده ميزته ان هو اندبندنت ديماند. بس انا عاوز اعرف الاند ايتم ده مكون من ايه، فلقيته متكون من سب اسمبلز بي ان سي، وده مكون من كومبوننتس دي واي، وممكن يبقى الاي دي مكونه من ثلاثه اربعه تانيين، والواحده منهم مكونه مش عارف من ايه، لغايه الماتيريال الرو ماتيريال اللي هستخدمه. التري دي اللي هي بتبين لي البيل اوف ماتيريال. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها بيل اوف ماتيريال، ويضلعوها يقولوا لها بوم بيل اوف ماتيريال، فاتوره المواد. وفاتوره المواد دي انا بعرفها امتى؟ اول ما ابتدي افصص المنتج اللي قدامي ده. افصص، كلمه تفصص دي كلمة بلدي قوي، فهم يقولوا عليه explosion of the product، يعمل له تفجير، يفجره. يفجره يعني معناه يعرف هو مكوناته شكلها ايه. طيب الحتة اللي انا هقولها دلوقتي هي مش موجودة في البرزنتيشن على ما انا متذكر، فانا مضطر ان انا اقول لكم عليها كده ايه بسرعة. البيل اوف ماتيريال ده ليه اشكال، نعمل لنا كده نعمل لنا هنا صفحتين ولا حاجة. البيل اوف ماتيريال اللي احنا عاوزين نعرفه ده ممكن يكون عبارة عن ليستنج لماتيريال. نقول نمرة واحد اسم الماتيريال ام 1 مثلا، والكوانتيتي منها قد ايه، واتنين يعني لسته كده، ده يسموه بيل اوف ماتيريال. طيب يقول بس هو كده يعني كده بقت بيل اوف ماتيريال؟
لا هنا بقى يعني عشان ما تبقاش لستة ورا بعضيها، فبيقول مثلا دي لو جينا هنا أخدنا كذا واحدة مثلا نمرة 20، ام 20، والكوانتيتي بتاعتها قد كده، ونقول دي بتركب فين؟ فأول هتركب في ام 2. ام 2 ده بالنسبة لها هو البيرنت يعني ابوها اللي هتركب فيه. يعني معناها ان الليسته دي هتبين لي كل واحده من دول راكبه فين، وبالتالي لو الام 20 دي رخرف فصصت مثلا عند رقم 30، فلقيت عندي ام 30 مثلا على سبيل المثال، والكوانتيتي بتاعتها طبعا هحددها اللي بتركب في هو يونتس اند برودكت، هنقول بتركب في ام 20، يبقى اكن دي البيرن بتاعها هو ده. فتدي هنا بتدي علاقات ما بين البارتس وبعضها. طيب مين بقى بيستخدم الليسته دي؟ اللي بيستخدمها اساسا وبينشئها اللي عمل البرودكت اكسبلوجن، فك وعرف دي بتركب في ايه ودي بتركب في ايه، وعرف ايه بقى نوع الماتيريال والستاند. هي طبعا هنا هتبقى فيها بقى حاجات كتيره، يعني اسم الماتيريال، الستاندر ديزيجنيشن بتاعها ايه، السورسز اللي موجوده مش عارف ايه، يعني كل الحاجات دي ممكن ايه تبقى موجوده. وبعدين دي هيقرر بقى ميك اور باي، ميك اور باي. في يو هنا، فميك اور باي يعني دي هيشتريها ولا، يبقى عندنا الليسته دي هيطلع منها لسته مشتريات بيرشس تو بي بيرشس، وهيطلع منها لسته تو بي مانيفاكتشرد. خلاص البيرشس ده بينقسم لحاجتين، يا اما لوكال هيبقى جايبه لوكال، يا اما هجيبه امبورتد. طيب انا عندي معلومات كتيره موجوده في البيل اوف ماتيريال، بس هي شكلها كده يعني ايه ما بينليش قوي العلاقات اللي موجوده. انا كل اللي كتبته هنا ان دي بتركب في ام 2 والتانيه بتركب في ام 20. طب ما فيش طريقه كالتانيه ممكن اكتب بيها البيل اوف ماتيريال واحط فيه حاجات كتيره تانيه تبين لي الحدوته دي ايه؟ انا هستأذنكم دقيقه واحده بعد اذنكم، دقيقه واحده بس. طيب بمناسبة إن أنا رحت ورجعت، في حد عنده سؤال؟ ممكن يكون في سؤال كده هف على حد منكم؟
ولا انتوا الكلام ده كله عارفينه قبل كده؟ ولا حد يرد. بكلم نفسي. ماشي، ممكن اشتكيكوا لمندوبة الدفعة بس هي مش حاضرة، اشتكيكوا لربنا بقى. وانتوا معايا ولا مفيش نت ولا ايه؟ مع حضرتك يا دكتور، مع حضرتك. طيب في حد عنده سؤال؟ لا تمام. فييجوا يعملوا بقى البيل اوف ماتيريال ده بطريقة تانية، يسموها اندنتد. اندنتد سووها انتوا بقى اندنتد، زي ما نيجي كده في الكمبيوتر ونعمل اندنتيشن للايه، للبوليت بوينت مثلا، ندخلها لجوه شويه. فيجي يكتب واحد واثنين مثلا، دي ماتيريال واحد مثلا، او بارت واحد وبارت اثنين زي ما يكون. وبعدين لما يجي بقى يبقى ده العمود الاولاني، وهنيجي على 20 هتركب في ايه، في ام 2، فنيجي نحطها هنا هو في ليفل تاني. يبقى ده ليفل اولاني 0 مثلا، ليفل 0، وده ليفل 1، ونحط الام 20 هنا اهو. وعشان تبان العلاقة ونحط ال 20 هنا، 16 بعيد، ونحط هنا ايه، ام 20. طب ام 20 دي تحتيها حاجة تانية مثلا ام 40، يبقى نحطها على الليفل اللي بعده. وكمان عنده هنا مثلا حاجة تانية ام مثلا 15، وتحت ال 15 في ام اي وام زد واي حاجة، ويعمل ليفل تاني، يبقى ده ليفل 2 وده ليفل 3. فيبان دلوقتي ان دول بيكونوا الايه، السب اسامبلز او الكومبوننتس بتاعتها او الماتيريال. فاكن كل ليفل من دول هيبين لي العلاقات اللي موجوده بتاعت الاكسكلوجن، ويسموها اندنتد بيل اوف ماتيريال. والنوع بقى اللي بعده اللي هو اللي زي الرسمة اللي كانت موجودة عندنا، بس هنقول حاجة على الرسمة زيادة شوية عشان دي أصلا ناقصة، في الحاجات دي ما تلاقيهاش كده في الكتب بسهولة. يعني مثلا دي تلاقيها في كتب مخصوصة اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي، تتكلم على الحاجات دي بالذات. يعني على ما يبدو ان هو يعني اوبريشن مانجمنت ما تحتاجهاش قوي في الحاجات دي. نفترض بقى ان انا عندي هنا ده برودكت، وعندي ده ايه اللي حصل بقى، ايه وبي وسي، وال البي مكونه من حاجتين والاي مكونه برضو من حاجتين. ودي مكونه من حاجتين مثلا، ونديهم اي ترقيم اي بي سي، ممكن دي اي F D لا E اوكي وبعدين هنا D E E F G
جي اتش مثلا، وديا فيها تحتيها مثلا جي، طيب دي بينت لي بقى الايه الاستراكشر بتاع، يسموها برودكت ستراكشر او يسموها بيل اوف ماتيريال او يسموها ماتيريال تري، يبقى تري او تري ستراكشر، برودكت ستراكشر او بيل اوف ماتيريال برضه زي التانيين. بس طبعا دي انت تحتمل بقى بيانات تفصيليه زي الاندنتد ولا زي التاني. دي بقى فيها نوعين، النوع الاول ده هنسميه ليفل 0 وده ليفل 1 وده ليفل 2 وده ليفل 3. كويس. هنا دي كل المكونات مرفوعة لأعلى نقطة ممكن تكون فيها. كويس. طيب أمال إيه ممكن بقى؟ يسموها دي توب جاستيفايد. توب جاستيفايد. لكن انا ممكن كنت اعملها bottom justified. ازاي بقى؟ هاخد الجي دي انزلها لابعد خط اللي هو الخط ده، انزل جي هنا وانزل السي ابعد حته اللي هي هتبقى هنا، وننسى دول دلوقتي، ونزل الاف لابعد حته ممكن تكون موجوده فيها وانسى دي، ودول موجودين على اقل حته، ودي تنزل تحت هنا تبقى ايه، ودي تبقى دي، وهنا هيبقى فيه الايه، وهننسى دي وننسى دي وننسى دي، والايد يبقى جايه كده ودي جايه كده اهو كده، ودي هنا دي اف. دي سموها بقى bottom justified. برضه جاستيفايد بقى انتوا تعرفوا تكتبوها. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان توب جاستيفايد انت هتعملها من نفسك على طول، لكن بوتم جاستيفايد هي المفيده الحقيقه. يعني ليه بقى؟ لانه كل الايتمز المتطابقه هتيجي دايما على نفس الليفل. يعني احنا نشوف هنا مثلا جي كانت موجودة على الليفل الثاني، مع ان جي هنا كانت موجودة على الليفل الثالث، لما عملنا بوتوم جاستيفايد اصبحت على الليفل الثالث كلها، ولما تتكرر الاي طبعا هنا ما نقدرش نقول ايه غلط، ان احنا قلنا ايه هو لان كده غلط، لان الاي تكون من دول، فلازم دي برضو طالما سميناها ايه فدي لازم نسميها مثلا اكس، ودي تبقى ايه اكس. لكن ده المثال اللي عندنا ان جي كلها جت في الايه في نفس ده. فاذا لما يكون عندي منتج بيكرر فيه مثلا ده الجي ده مسمار، فانا عاوز 10 مسامير مع السي وعاوز 15 مسمار مع البي، ولو اتكررت مع حد من دول تاني هيبقى عاوز كذا مسمار من دول، او دي كمان عاوز لها من هنا جي كمان كانت اصلا جي، فهتنزل الجي دي هتنزل لاقصى نقطة
ينور، يبقى انا عاوز كل المسامير دي اجيبها مره واحده. 10 و20 و30 بقيت عاوز 200 300 500 الف مسمار، فاذا كلهم بيتجمعوا في نفس الليفل. فالبوتوم جاستيفيكيشن يجمع لي كومبيوترايزد كل الايدنتيكال او الكومباتبل ماتيريالز كلها اون ذا سيم ليفل، لان دي هتبقى البوتوم. فلاقي دايما الجزء التحتاني ده غالبا بيبقى رو ماتيريالز اساسا يعني. طيب يبقى احنا عندنا التري دي مهمه جدا، وبنقدر ناخد منها معلومتين. كان ممكن ناخد المعلومه برضو كانت زياده هنا اهو، ان احنا كان ممكن نضيف هنا خانه، طبعا نقول دي مستورده ولا مش مستورده، ونضيف هنا خانه لوكال ولا مش عارف ايه، ونضيف خانة، ونضيف على الخانه دي حاجتين مهمين. كم واحده بتركب في البيرنت، هاو ميني كوانتيتي اللي بتركب في البيرنت، و واذا كانت بتتصنع هتاخد تايم قد ايه. ودي تبقى بتاخد هنا ايه البيرنت بتاعها ايه. هنا بقى في الرسمه اللي احنا رسمينها دي الشجره، حاجه اقول خلاص انا عرفت دي تركب في ايه من الشكل اللي قدامي، واروح كاتب هنا اهو واحد، يعني دي 1 يونت اوف بي، بيركب فيها 2 من بي، بيركب فيها 4 من سي جوه كده في الكورنر، وبيركب فيها هنا 10 من ايه مثلا، وبيركب فيها 30 من ايه من جي مثلا. وديا بيركب في الواحده من سي، بيركب في الواحده من سي 3 من جي. فاذا كان ده بيركب 4 من السي في البي الواحده، يبقى انا عاوز من دي 12، 3 في 4 ب 12، وهنا مثلا هيركب فيها مثلا 10، فهنا بيركب 2 في الواحده ينون، وبيركب في الواحده من دي 10، يبقى انا عاوز هنا 20، يبقى التوتال اللي انا عاوزه هيبقى ايه 20، وهكذا. فهطلع منهم، شوف لما بيكونوا بقى هنا كلهم هنا على نفس المستوى، هطلع منهم التوتال ريكويرمنتس، التوتال ريكويرمنتس من كل واحد. طلع التوتال ريكويرمنتس، ساعات بقى يسموها ايه الجروس ريكويرمنتس او توتال ريكويرمنتس. التوتال ريكويرمنت دي مش فيزد اوت. يعني ايه مش فيزد اوت؟ يعني انا هجيبها امتى التوتال ريكويرمنت دي؟ هل هجيبهم كلهم مره واحده، ولا دي حاجه غاليه فانا هجيب كل ما احتاج حاجه؟ مش عارف يعني، هنشوف دلوقتي ايه اللي ممكن نعمله. لكن هيبقى عندي اول حاجه التوتال ريكويرمنت، ثم بعد كده نعمل لها فيزنج اوت، يعني نقول دي امتى ودي امتى ودي امتى. طيب في حد مش فاهم حاجة من الكلام اللي أنا قلته أو عنده سؤال يعني؟ طبعا عرفنا الـ dependent والـ independent. لما بيكون الـ demand بتاعي stable يعني حاجة كده، نقدر نطبق عليه كل الثيوري اللي احنا عملناها، ان احنا نجيب كمية ونستخدم هذه الكمية ونعيد الطلب ونملى بيها تاني في المخزن وهكذا، لان ده ستيبل ديماند، مفيش مشكلة فيه ده خالص. وده غالبا بيبقى الاند برودكت بي، اللي هو انا بعمل عربيات بمعدل ثابت، بعمل بوتاجازات بمعدل ثابت، بعمل سخانات بمعدل ثابت، بعمل وجبات بمعدل ثابت، بعمل مش عارف ايه بمعدل ثابت تقريبا، يعني ما بيختلفش كتير. وبالتالي ممكن اعمل عملية تخزين واسحب من المخزون ده وكده.
لكن في نوع تاني من الديماند اللي سموه لامبي ديماند. اللامبي ديماند دون هو انا بحتاج الصنف دون ده غالبا بيبقى في الشيلدرن بتاعت البيرنتس، يعني في الكومبوننتس، يعني غالبا بتبقى كومبوننتس او ماتيريالز. بحتاج الماتيريال دي هنا اهو، وبحتاج الماتيريال دي هنا، وبحتاج الماتيريال دي هنا، ما بحتاجهاش ان بتوين، فانا هجيبها بالكميه اللي انا عاوزها وقت ما احتاجها. فهيبقى عندنا الاماونت اون هاند هيبقى هنا عالي في الحته دي فقط لا غير، وهيستخدم اللي موجود عنده، وارجع تاني اطلب خلاص ما عنديش بقى منها، ارجع اطلب لما احتاج مره تانيه. وده معناه ان انا بحتاج كميات كبيره، بس الكميات الكبيره دي يعني على فترات زمنيه متفرقه، لكن التانيه بحتاجها بصفه دائبه along الايه time domain. طبعا ال MRP اللي هي الماتيريال ريكوايرمنت بلان اللي بنتكلم عليها دلوقتي، هي بتحتاج لثلاث معلومات. اولهم الماستر سكيدول اللي احنا عملناه، احنا طبعا عملنا حاجتين، ماستر سكيدول وعملنا الماستر برودكشن سكيدول، فاحنا محتاجين للاثنين. والبيل اوف ماتيريال اللي هي اتكلمنا عليها دلوقتي، يعني المنتج ده مكون من ايه، والانفنتوري ستيتس اللي موجود جوه المخزن، المخزن طفيه من المواد دي قد ايه من كل واحده، يعني من ايه والسي والبي والدي عندي كميات قد ايه. الثلاث حاجات دول بيدخلوا على سوفت وير، سوفت وير بيعمل ام ار بي وكمبيوتر بروجرام، يطلع لنا بقى شويه بيانات ومعلومات. اول معلومه بيجيبها بلاند اوردر سكادجول، يعني المفروض هعمل اوردر امتى لكل كومبوننت من كومبوننتس اللي احنا قلنا هتبقى بطبيعه الامر هي غالبا في كل كومبوننتس هتبقى لامبي، مش هتبقى زي مخزن المنتجات النهائية اللي بيبقى عليها ديماند تقريبا ثابت، لكن دي الديماند بتاعنا على حسب السكادجول. يعني لو جيت قلت عندي في البيريد الأولانية والبيريد الثانية والبيريد الثالثة، وأنا عاوز أنتج 10 في البيريد الأولانية ده الـ MPS، وعند البيريد العشرة مثلا 30، وهنتج في البيريد مش عارف إيه، طب انا عاوز دول في وقتهم وعاوز دول في وقتهم، انا مش عاوز حاجه في النص، فهتبقى لامبي بالطريقه دي. فاذا انا هنا هطلع من الكلام ده بلاند اوردر سكادجول، اقول امتى هعمل الايه الاوردر ده، انا هعمل الاوردر ده هنا اهو، وهعمل الاوردر ده هنا اهو، او اذا كان ده وقت اللي انا عاوزه فيه وبياخد لي تايم كبير، ما هناخد نبتدي نعمل اوردر هنا علشان تيجي لي هنا. فإذا كل واحدة هيبقى معروف هي بتاخد وقت قد إيه. دقيقة بس هرد على طالب منكم. ألو؟ ألو أيوة يا دكتور. أيوة يوسف. معلش يا دكتور، أسأل حضرتك على سؤال بس، هو كان حد اقترح ممكن نحل الكويس برضه بكرة بالمرة؟ ممكن، إيه لا لأ يعني ماشي. تمام ماشي ماشي اوكي حاضر بكره ان شاء الله. اوكي مع السلامة. ادي حاجة ده البلانز بتاعت، او بعدين اوردر ريليس. يعني ايه اوردر ريليس؟ يعني انا طلعت ان عندي اوردر بس اعمل له ريليس امتى. في فرق بين ان احنا نعمل بلان للاوردر انه هيطلع الاوردر دون بعد يومين او بعد اسبوع او بعد شهر هطلب، وما بين ان انا اطلب. انا ما بطلبش الا لما بيكون عندي المعلومه مؤكده، عشان كده بيعمل هنا تشينجز، ممكن يبقى عنده تشينجز بتحصل في السكادول ذات نفسه، فما اقدرش اطلع ريليس لاي اوردر الا لما اكون متاكد ان ما حصلش تشينجز او مش هيحصل تشينجز في الايه في الطلبات، عشان ما اجيبش حاجه انا مش عاوزها، او اجيب حاجه باقل من ايه من الكميات المطلوبه ان سو اون. يبقى ده مبدئيا اللي احنا نطلع بيه اللي هو البرايمري ريبورتس اللي بيطلع من السيستم ده، ده احنا هنطلعه ده دلوقتي. في مجموعه سكندري بتطلع منها
ويطلع منها performance control report، زي مثلا الراجل الموارد جه في الميعاد ولا اتاخر قد ايه، ولا السيرفيس ليفل بتاعه قد ايه، البلاننج ريبورت كانت اكيوريت ولا مش اكيوريت، هل اللي تايم كان محسوب كان موجود صح ولا مش صح، ولا عاوز تعديل اند سو اون، والاكسبشن ريبورتس اللي الحاجات اللي ايه الشاذه اللي حصلت اثناء الكلام دوت، يطلع بيها برضه ريبورت سكندري ريبورت. في نفس الوقت كمان يبين لي ترانزاكشنز اللي حصلت في المخزن عشان اصرف الكميات المطلوبه دي. فانا عندنا ماستر برودكشن سكيدجول، تايم فيزد بلان سبيسيفاينج تايمينج اند كوانتيتي اوف برودكشن فور ايتش اند برودكت، ماتيريال ريكويرمنت بلانينج بروسيس. فهي دي الماتيريال ريكويرمنت بلانينج بروسيس. انا فهمنا خلاص الماستر سكيدجول عباره عن ايه، one of the three primary inputs للماستر سكيدجول في ال MRP الماستر برودكشن سكيدجول، والكوميوليتيف ليد تايم اللي هو قلنا عليه اللي هي فتره الانتظار، كوميوليتيف ليد تايم بتاعنا قد ايه. دي بقى مهمه هنشوفها دلوقتي هنعملها ازاي. نجيب بقى كوميوليتيف ليد تايم ازاي. احنا عندنا اي عمليه من العمليات لما نيجي نخطط لها بنقول هنشتري في قد ايه، عملية الشراء اللي تاخد لها 3 أشهر، تاخد شهرين، تاخد يوم، وبعدين الفابريكيشن بيتم في قد إيه بتاع الكومبوننتس والأجزاء، ثم بعمل أسمبلي في قد إيه والسب أسمبلي، ثم أعمل الفاينل أسمبلي ياخد وقت قد إيه. تشارت ممكن يستخدم في الاتجاهين، إذا كان عندي فورورد بلانينج أستخدمه في الاتجاه ده، إذا كان عندي باكورد بلانينج بستخدمه في الاتجاه ده، أو لو كنت بستخدم الاتنين مع بعض بروح وآجي في الاتجاهين مع بعضيهم. وكمان ده في النهاية بينتهي بأسمبلي، فدي كلها بتسمى أسمبلي تشارت على بعضها. ده الأسمبلي تشارت. وغالبا الاسمبلي تشارت بنبتدي باكورد بالعكس، يعني بحدد الديو ديت بتاع الاسمبلي هيبقى ايه، واخد الشغلانه دي كلها باكورد في الاتجاه ده. فاذا الاسمبلي تشارت ده مهم جدا عشان ده هيكمل لنا الصوره بتاعه الماتيريال ريكويرمنت بلان. بيل اوف ماتيريال وان اوف 3 برايمري انبوتس اوف ام ار بي، طبعا ده one of the input. product structure tree اللي احنا قلناه اللي هو visualizing depiction of requirements بتاعت ال value of material where all components are listed by levels. وبعدين computerized inventory and control production system schedule كذا. ناخد مثال شرح كده، يعني لو احنا عندنا البرانشيتا دي او كليب بورد موجودة، فاحنا اول حاجة نعملها في الكليب بورد ان احنا نعمل اكسبلوجن ليها، product اكسبلوجن. هنستفيد من الاكسبلوجن هنعرف ان دي المنتج ده عبارة عن مجموعة مكونات، عبارة عن البورد والكليبسات، كليب حتتين، حتة فوق وحتة تحت، والشافت اللي في النص اللي هو البيفوت، وعليه الايه السوسته دي، وبعدين دي مربوطه هنا في الجزء الاول باتنين ريفيتس. يعني ممكن نعمل كده برودكت ستراكشر تري يبين لي هتبقى شكلها ايه. مثلا ترابيزه برضو تتكون من القرصه والاربع رجلين. شوفوا الترابيزه ممكن بقى مع الويكس عاوز ترابيزه 2 3 كل ويك عاوز لي ترابيزه، لكن الرجلين لان انا عاوز الرجل دي في الوقت دون ده ديسكريت ديماند او اللي سميناه اللامبي، وهنا عاوز ايه اعمل باتش تانية من الرجول، مع ان هنا كان كله ماشي في الاسامبلي بتاعه سموث لانه تقريبا ثابت، وكاتب لك بقى 100 في 1 و100 تيبل توبس مش عارف ايه و4 في 100 400 ليج بسيطه يعني.
طبعا احنا قلنا قبل كده انه لما بطلع بقى من البرودكت ستراكشر ومن الماستر برودكشن سكيدول والايتم ماستر فايل، الايتم ماستر فايل ده اللي هو فيه كل الايتمز اللي موجوده عندي في المخازن واللي عندي في الذاكره، وبعمل الماتيريال ريكويرمنت بلان، بطلع بلاند اوردر ريليسز من دول، ده طبعا كمبيوترايز بيبقى، وبطلع منها بقى الورك اوردرز، هطلع ادي اوردر وبيرشيس اوردر والريسكيدنج نوتس، اطلع منها ثلاث حاجات دول اهم ثلاث حاجات. الورك اوردر هينزل على ارض الورشه يبتدي انه يستخدم الورك اوردرز دي في انتاج الاوثورايزيشن لانتاج الايه البارتس اللي موجوده. ده اللي هو على الكليب بورد. هنا بقى نلاحظ هو ده عامل على الايتم كليب بورد واللاب ديسك واللاب بورد والبنسل كيس، هنلاقي هنا عنده في البيريز المختلفه كميات اللي عاوزها مش كومباتبل خالص مع الكلام ده، يعني ده هنا 85، هنا مش عاوز، هنا مش عاوز، هنا مش عاوز، هنا عاوز، هنا مش عاوز. يعني ايه مش عاوز؟ يعني ايه عاوز؟ هي العملية مش دايركت بالطريقة اللي احنا قلناها دي، يعني ما اقدرش اجي انا هنا اهو واقول دي بيركب هنا ثلاثة في كل واحدة وهنا بيركب أربعة في كل واحدة من اللي فوقيها، يبقى أنا عاوز توتالي اللي هي التوتال ريكوايرمنت بتاعتي تبقى ثلاثة في أربعة ب 12، وهنا هتبقى مثلا من جي بيركب فيها اتنين، طبعا ملهاش دعوة إنك تركب ثلاثة لكن إنها تركب اتنين، اتنين في 10 ب 20، 20 في 2 ب 40، يبقى يركب 40 واحدة في البي، دي تعتبر توتال ريكوايرمنت. لا هي بقى مش كده الحقيقة، أنا ممكن بحسبة كده بسيطة ألاقي إن أنا مش عاوز ولا واحدة من إيه؟ من جي، لأن أنا عندي في المخزن 1000 وأنت عاوز 40 واحدة فمش هشتري، فمفيش لا برودكشن أوردر ريليس ولا بيرشيس أوردر ريليس، لا هشتري ولا هصنع، وبالتالي ممكن يكون صفر اللي محتاجه. مع الوقت خلصت الألف اللي عندي دول وبدأت في دورة إنتاج تانية واحتجت، يبقى هيطلع له أوردر ريليس، فالأوردر ريليس ده هيشتري بيه والتاني هيديله إيه؟ ورك أوردر ريليس عشان يصنع الجزء دون. فإذا هي العملية مش بس إن إحنا بنعمل توتال ريكوايرمنت، نعمل لهم فيزنج أوت علشان نعرف إمتى هنستخدم الكميات دي. فمش شرط ان احنا يبقى عندنا دي هنا مثلا عاوزين عشان دي بتركب مع اللي فوق، لا لا دي هنا دي ممكن تكون صفر، ان انا عندي منها مفيش مشكله. نشوف بقى هنا عملها ازاي، ادي كليب بورد وادي المكونات الرئيسيه، والكليب اسامبلي ده بيبقى مركب عليه التوب كليب والبوتوم كليب والبيفوت والسبرينج، دول كلهم مع بعضين مع الكليب اسامبلي اللي هو ده. هنا بيبقى عنده بريس بورد اللي هي دي، وعنده ريفتس دي اللي بيركب بيها ريفتس، وعنده البريس بورد اللي هي دي، وعنده الكليب اسامبلي اللي هو بيجمع دول مع بعضيهم، يجمع دول مع بعضهم، وراح واخد مش داخل فيهم طبعا ريفت، الريفت ده مع ده لوحده وده لوحده وده لوحده. لو احنا بقى عاوزين دي تبقى بوتوم جاستيفايد فكنا نحمد دي كده وننزل بدي كده لتحت ونكتب كده ونشطب على دي ونكتب هنا ريفتس اتنين، هو كتب اتنين او واحد بين قوسين، وفعلا هنا بيستخدم واحدة 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 وسبرينج واحدة، وهنا بيستخدم واحدة واحدة، وهنا الريفتس عنده اتنين، ادي واحدة اتنين، حط الكمية بتاعته اتنين.
طب نعمل ايه بقى كمان في البرودكت ستراكشر ريكورد دون؟ بنكتب ان الاسامبلي دول مع بعضهم، دي كان جوه، دي طبعا هنا دي باي ديفولت از 1، يعني مش ضروري نكتبها 1 لكن هي ايه باي ديفولت 1. نكتب هنا كمان التايم، ان التجميع ده بياخد 3 ساعات مثلا، نكتب كده بره 3 مش جوه بقى، خلاص جوه دي بتاعت العدد، ونكتب دي بتاخد لها مثلا فيسبوك دي بتاخد ساعه، ودي بتاخد لها هنا برضو ساعه، ودول بياخدوا لهم 4 ساعات. يبقى احنا نقدر نعمل اسامبلي تشارت ونقول هنخلص امتى توتالي، اللي هو التوتال ليد تايم بتاعي قد ايه، فده يجي منين؟ من الاسامبلي تشارت. الاسامبلي تشارت هنقول ادي الاسامبلي اللي هو بياخد 3، وبعدين هنا عنده 3 حاجات، البورد البريس بورد، وعنده الكليب اسامبلي، وعنده الريفتس، وبعدين الكليب اسامبلي ده فيه 4 حاجات طالعه، 1 2 3 4، يبقى اكنها كلها هتاخد من هنا لغايه هنا، فده التوتال اسامبلي لاين تايم بتاع دول كلهم عشان تطلع واحده. طب وده ممكن يكون التايم بتاع ايه؟ ممكن يكون تايم بتاع باتش. باتش ايه؟ عباره عن 100 حته من الكليب بورد، يعني 1000 حته من الكليب بورد، فيبقى الباتش دي كلها ليه التايم بتاعها كذا. طب ال1000 اللي انا عاوزهم دول عملتهم على 10 مرات، يبقى دي كل واحده منهم 100 100 100 100 100، يبقى التايم بتاع ال100 على بعضيهم قد ايه. فإذا ده very informative اللي هو الستركشر ريكورد دون، لأنه بيديني حاجتين، بيديني الـ number of units to be assembled، وفي نفس الوقت يديني time بتاع الاسامبلي أو بتاع البروسيس أو المانيفاكتشنج بتاعها. أقدر أستعمل الاثنين دول مع بعض في الاسامبلي تشارت. الفايدة دي، في حد عنده سؤال؟ بيبقى في عندنا descriptions للايتم وما الى ذلك الجزء الاول، ويبقى عندنا inventory policy. الانفنتوري بوليسي دي بتقول بقى lead time، الانيوال ديماند، الهولدنج كوست، الاوردرنج كوست، السيفتي ستوك، الري اوردر، الايكونوميكال اوردر كوانتيتي، المينيمم اوردر كوانتيتي، الماكسيمم اوردر كوانتيتي، المالتيبل اوردر، البوليسي كود. في حاجات بتبقى فيري انفورماتيف تطلع من الايه، من الكمبيوتر. بيزك ستابس اكسبلودينج ذا بيل اوف ماتيريال، او ده البدايه، نتنج اوت الانفنتوري، لوت سايزنج رولز. هنا لوت سايزنج رولز دي مهم قوي، ترجعنا مثلا ل الجزء اللي احنا قلنا فيه انه الطلب بتاعنا ممكن يبقى لامبي، فكنا بنقول انه الطلب ممكن هنا يبقى كده اهو، وممكن بعد شويه يبقى عندنا طلب كده اهو. جات منين اللامبي دي؟ ده انا ممكن اكون محتاج لدي بصفه مستمره وثابته، لما كنت عملت معاها نفس القصه بتاعت الايه. لا، هنا بقى الحقيقه الباتش سايز اللي انت بتطلبه هو المورد مش موافق عليه، يعني انت بتقول له انا عاوز 100 حته، بيقول لك انا ما ببيعش اقل من 10000 حته. فاذا هو لما يبعت لي 10000 حته، هم جابوا لي ال 10000 حته دول ماله دي؟ افضل استخدمهم قد ايه؟ 6 شهور، وبعدين هطلب تاني يجي لي 10000 حته تاني. فاذا هنا بقى عندنا سياستين، سياسه بتقول انا ممكن اطلب variable lot size، والراجل يقول لي لا، لو انا طلبت لوت سايز وقال لي اوكي اللوت سايز بتاعك عاوز 100 هديك 100، عاوز 5 هديك 5، زي ما انت عاوز، نسميها لوت فور لوت، لوت فور لوت.
ويدلعوها كده يكتبوها برضو 4 عشان تبقى 4. لكن هو ممكن يقول لي لا انا بشتغل بلوت سايز فيكسد لوت سايز، وبالتالي انا هدي لك الاعاش 10,000 دولار ما تطلبش اقل. فدي حاجه بتخليني اوصل ان عندي لامبي ديماند. لامبي ديماند ده يلبق لك الدنيا كلها في كل حساباتك اللي كنا ماشيين على اساس ان هو ماشي في ستيدي ستيت وحاجه كويسه. عندنا جروس ريكويرمنتس اللي هي درايف فروم بلاند اوردر ريليسز اوف ذا بيرنتس. عندنا كام بيرنت عاوزين وعملنا الاكسبلوجن وحسبنا التوتال ريكويرمنتس بتاعتنا اللي هي الجروس ريكويرمنتس والاكتشوال استيميتد ديماند ان كيس اوف فاينل برودكت. الاسكادول ريسيتس بقى انا ممكن اكون عاوز 100 وجاي لي على المراكب 50، يبقى انا عمري ما هطلب 100، انا هطلب 50 بس. فدي تبقى سكيدجول ريسيتس، يعني دي عباره عن حاجات انا منتظر ان انا استلمها على توقيتات معينه، اللي يقول لك البضاعه جايه على المراكب يعني، او اللي يسموها في بعض الاحيان في البايب لاين، يعني موجوده في البايب لاين هتوصل في ميعاد معين. طبعا هنا الارايفل ديت مهمه قوي، لان ممكن يجي لي الارايفل ديت بعد ما احتياجي للايه؟ للجزء. اعمل بيه ايه بقى؟ هيبقى مخزون غصب عني ومش هيستخدم لمده طويله، هيبقى بالك او هو اللي يسموه اللامبي ديماند. فاذا هنا الارايفل تايم مهم، هل يا ترى هيجي قبل ولا هيجي بعد؟ طبعا في حاجات بتيجي بقى على المراكب، والمراكب دي بتيجي من شرق اسيا، وعبال ما تيجي وتنزل وتتفرغ في حته وتروح هب وتتفرغ في هب وترجع تاني تاخدها لاينر جديد، وممكن تحصل فيها حاجات كتيره. البروجكتد اون هاند نتيجه البلان اللي بعمله اقدر احسب الانفنتوري اللي موجود المتوقع من الانفنتوري اللي موجود في الوقت الحالي. النت ريكويرمنتس ده يعني معناها جروس ريكويرمنتس بتطرح منها كل السكادول ريسيتس واللي متوقعه الدنيا في البايب لاين. بلاند اوردر ريسيتس طبعا اكوردنج للوت سايز رول، والبلاند اوردر ريليس وين ذا اوردر نيد تو بي بليس تو بي ريسيف اون تايم وكونسيدر الليد تايم. دي هنتكلم عليها بقى بالتفصيل شويه. وهنا بيدي مثال بسيط يقول given the following information determine when orders should be placed released for A و C and D. A و C و D بسيطة يعني عامل اثنين. فكتب لنا هنا lead time 4 وهنا كتب lead time 2 وهنا lead time 3 وطالما ما كتبش يبقى 1، يعني لو ما كتبش هنا 1 او في اي واحده منهم تبقى 1 غصب عننا، بيركب هنا 3 وبيركب من دي 2. فاذا عندنا اي بي سي شاف المخزن عنده قد ايه، قال لي عندك من الاي 10 ومن السي عندك 140 ومن الدي عندك 200. يعني ممكن ما اكونش هشتري بعضي. سكيدول ريسيتس ده ما فيش حاجه جايه، وده ما فيش حاجه جايه على المراكب، وده هيجي منهم 250 في البيريد الثانية. طيب ولما بنشتريه بنشتريه لوت فور لوت، يعني على قد ما اقول عاوز 10 عاوز 15 زي ما انا عاوز. وده مالتيبل يعني مضاعفات. هو الراجل بيبيع 50 يا 100 يا 150 يا 200 يا 250 يا 300 هكذا، او ده مالتيبل من 250 يعني 250 500 750 ألف and so on. الديماند من الاي اللي هو المنتج النهائي مطلوب 100 وحده منهم في البيريود 8. يعني انا لو كده رسمت اسامبلي تشارت وده 1 2 3 4 5 6 7 8 ودي تبقى 8،
هاي اللي هو طالب فيها ليه البي دي 8 عاوز فيها 100، ودي تبقى 7 ودي تبقى 6 ودي 5 ودي 4 ودي 3 و2 5 و4 و3 و2 و1. معلش الرسم تعبان قوي. فهنيجي هنا نقول احنا عاوزين الايه، والاي دي بتاخد ليد تايم 3، يبقى هنرجع بالراجع 1 2 3 وهنكتب هنا ايه عليها. هيطلع من الايه دول حاجتين، واحده اللي هي السي ودي بتاخد برضو 3، يبقى 1 2 3 ودي السي، وديا الدي بتاخد 2 هتبقى هنا 1 2 ودي الدي. وهو عاوز لما نعمل كنا الماستر برودكشن سكيدول كان هيبقى عندنا 1 2 بيريد 3 4 لغاية 8 مثلا، كان هيبقى عندنا من الـ A ده الـ end item اهو، مش بكتب ولا C ولا D، وعاوزين في ده 100، يبقى ده الماستر ده الماستر سكيدجول بتاعي، واللي بناء عليه عمل كده. احنا يعني حلينا المسألة. طب عاوزين كميات قد ايه بقى؟ تعال نشوف عاوزين كميات قد ايه. احنا عاوزين من دي 100، المية دي معناها انا عاوز من هنا جروس 3 في 100 عاوز 300، وعاوز من دي 2 في 100 ب200، والكلام ده غلط. ليه بقى؟ لان انا عندي من الاي 10، يبقى انا كنت عاوز 90 بس. شوف بقى اللعبة اللي موجودة، 90 يبقى 90 دي هي اللي تتضرب في 3 يبقى 270، مش عاوز مش كده؟ بس 270 من سي، سي منها في 140 اون هاند، يبقى 270 ناقص ال 140 يطلع 130، مع ان انا عاوز اصلا 200، كنت عاوز 300، لكن دلوقتي لقيت ان انا مش عاوز 300، عاوز 130 بس. دي ميزه الام ار بي بقى، ان بيدي لك النت ريكوايرد قد ايه. طب وده كنت عاوز 200 جروس بس، اكشولي انا عندي دول 90، ما بقتش 90 دي، بقت اصبحت 2 في 90 ب 180. ال 180 دول عندي منهم قد ايه؟ 200 في الدي، يبقى انا مش عاوز اجيب من دي حاجه، لان انا عندي في المخزون اصلا 200، فانا كده عندي زياده فمش هطلب من ده، يبقى ده مش هطلب من ده. وده لما هطلب هطلب بس 130، وده لما اطلب هطلب ايه. طب تعالوا نشوف نطلب ايه. قال لك سكيدول ريسيتس مفيش، وده كمان جاي له ان شاء الله يعني زياده 250 في البيريد الثانيه. فين البيريد الثانيه؟ نبص على البيريد الثانيه، هل يا ترى يكون بدأ يشتغل على دي؟ لا، ده هو بيبتدي دي من الثالثة، فإذا لو وصل له هنا اهو فهو 100% مش عاوز. بالعكس ده هيبقى عنده مخزون 250 زائد، هو محتاج من 180 وعنده مخزون 200، يعني هيفضل له 20 منهم، فهيبقى المخزون اللي موجود في الوقت دول 250 زائد ال 20 هيبقوا 270 مخزون جديد. يبقى انا عرفت المخزون الجديد الاكسبكتد عندي قد ايه. طب والباقي بقى؟ قال لك هتيجي تشتري الاولانيه دي بتعمل لها لوت فور لوت. ما هو طبعا انت بتنتج على مزاجك، فانت جيت قلت هنا ايه 100 في الاسبوع او في في الاسبوع الثامن، وانت عاوز تعمل 200، عاوز تعمل في اللي بعديها 100، زي ما انت عاوز. ده لوت فور لوت، لانك انت اللي بتصنع. الثانيه بتدي لك مالتيبل اوف ايه اوف 50، فانت كنت عاوز 130، فانا مش هقدر اجيب 130،
هجيب 150 غصب عني، اللي هي 50 في 50 في 50، فهتيجي لي هنا 100 وكام؟ 150. يبقى مع انتهاء في 20 هنا اهو، مع انتهاء التصنيع بتاع السي اللي هو هنا، هيبقى عندي من السي مخزون قدره ايه؟ 20. يبقى انا عرفت المخزون اللي هيبقى عندي شكله ايه. واضح ولا مش واضح؟ يبقى انا اشتغلت بالتري، واشتغلت بالباكورد اسمبلي، واشتغلت بالمخزون اللي موجود عندي، وبالسكيدول ريسيتس وكل حاجه. ايوه اقول كان انتوا ايه بقى؟ حد فتح كان عاوز يسأل سؤال، ما تسألوا يا جماعة، محدش عاوز يسأل. انا ما بحبش كده، انا بحب اسئل. طب نشوف المثال ده، لو حط بقى ايه انه عنده منتج تاني بيه اهو مكون من دي بس، فهنا طالما دي جت على نفس الليفل احنا ممكن نجمع عادي مفيش مشكله. فاذا هنا عنده بي دخلها في النص، هنعمل برضو نفس الايه بقى، هو عاوز بس امتى بقى؟ عاوزه في البيريد الثامنه، ودي عاوزها في البيريد السادسه. كنا هنعمل اسامبلي شارت ونرسم فيه 1 2 3 4 5 6 7 8. هو عاوز ده في السادس، يعني عاوز الماستر بتاعنا هيبقى الـ A والـ B. كان هنا في 6 عاوز من B قد ايه؟ 200. وهنا عاوز في 8 عاوز 100 من ايه؟ شايف بقى فايدة الماستر برودكشن بيبين ازاي؟ هنبتدي بالايه؟ الايه قلنا بتاخد 3، هي طبعا ادي 1 2 3، وبعدين بتنقسم لحاجتين السي والدي. خلي بالك ده دي 8 وده 7 ودي 6 ودي 5 ودي 4 ودي 3 وده 2 وده 1. يبقى هنا عند 1 2 3 ادي 5، وهنا دي 3 1 2 3 ودي A ودي C ودي هتبقى هنا 2، دي اللي هي ايه دي هنا. تعال نشوف بقى في البي، البي عاوز هنا هو في 6 يعني ايه يكون مجمع البي، والبي بقى بتاخد 2 هنا اهو، ودي بي هيجمعها تاخد دي تايم 2، ثم دي بتاخد 2. يبقى هو بقى دلوقتي الدي احتاج هنا اهو في 2، والدي احتاج هنا في ايه؟ في 3. التوتال ريكويرمنتس اللي طالبها هنا هو كانت كام؟ 2 3 في 1 ب 3 في 200 بكام؟ 3 في 200 ب 600. عاوز هو هنا في البي 600. وعاوز من الدي 2 في 1 ب 2 في 100 ب 200، عاوز هنا 200. اوكي شوفوا الاثنين دخلوا مع بعض. اشتريهم ازاي دول الدي؟ اشتريهم قبل البيريد الثانيه ويجيب الاثنين مع بعض، ولا اشتري كل منتج لوحده؟ طبعا يبقى عبط لو اشتريت المنتج كله الايه لوحده. وبالتالي اذا كان دي عمليه شراء
فاحنا ممكن نبتدي عملية الشراء دي من هنا اهو بالنسبة للتانية اهو، وننتهي هنا اهو، وهتقعد في المخزن شوية عشان تتجمع مع التانية. هنعمل نفس الحكاية اللي هي بتاعة التجميع، هنشوف عندنا قد ايه، وهنشوف بقى اذا كان لوت فور لوت، طبعا دي لوت فور لوت، والتانية دي برضه دي لوت فور لوت، ودي بتشتغل ايه بالخمسينات، ودي بتشتغل ب150، دي 150. انا هشوف بس الدي هنا بقى عندنا في المخزن كام، بالتوتال ريكويرمنتس في الاثنين كام، 600 و200 800 عندنا. عاوزين 800، هل عاوزين 800؟ لا، ده انا عندي من البي عندي في المخزن 5، فاذا كنت عاوز 200 يبقى انا كنت عاوز هنا كام، 200 ناقص 5 195، 195 في الاثنين يعني بكام، ب 200 2 في 200 ب 400 يعني 390. يبقى انا عاوز 390 من دي، عندي من 390 كام في المخزن من دي، عندي 200. شوفوا فرقت ازاي بقى، لان عندي 200 ودول كام بقى، هيبقوا 190. اوكي طيب انا عاوز كده بقى نت 190، عندي في المخزن كام، 200 خلاص. وجاي لي في البيريد التانية جاي لي 250، يعني عندي دي بالظبط جاي لي 250، وانا عاوز 190، اذا هيبقى عندي 250 جايين اوردر، وهيبقى هستخدم منهم 190، هيفضل عندي مخزون صفر، وهنا ده 15 يبقى هيفضل عندي 60 واحده. فبرضه مش ايه، مش هشتري دي، مش هشتري دي. فاذا مجرد دخل منتج تاني في التوتال ريكوايرمنتس هيفرق، وفي التايم فيزنج بتاعه هيفرق، وفي السكيدول ريسيتس هيفرق، وكل واحده بالكيس بتاعتها. هذه مش بعد كده عندنا حاجه اسمها الاي ار بي، طبعا لسه ما كملناش الكلام. يعني الاي ار بي ده اللي اسمها انتربرايز ريسورس بلاننج، وده رسمه كده بتبين. خلينا من الكلام ده دلوقتي، ادي الايه الشير اللي هو عامل عليه المساله دي، ادي التري، ادي الشير اهو، بيكون من legs leg assembly، وبيكون من seat، وبيكون من back assembly. ده كرسي، فعنده back assembly بيعمله، وعنده ايه seat، هذا seat، وده عبارة عن ايه الرجلين، الأربع رجلين. عنده هنا اتنين legs، وعنده cross bar يقعد على رجلين اتنين، ولا مش فاهم. طيب وبعدين سلايد ريلز وكروس بار وشغلانة كده، وحط هنا الليفل، مهم اوي يحط الليفل هنا، ده زيرو وده واحد وده اتنين وده ثلاثة كده، ده توب جاستيفايد، ممكن نخليها بوتم جاستيفايد. هننزل السيت دي اوطى نقطة اللي هي دي هنا اهو، بس دول هيفضلوا زي ما هم، هو مجرد بس السيت. ادي الاسمبلي تشارت، ادي الفاينل اسمبلي اند انسبكشن. هنا في سب اسمبلي اي، سب اسمبلي بي، هنا فابريكيشن بتاع اي، بروكيورمنت اوف سي ده بيشتري سي، وهنا في بروكيورمنت للرو ماتيريال، وهنا في بروكيورمنت للرو ماتيريال، وهنا في بروكيورمنت للرو ماتيريال. يبقى الراجل بتاع المشتريات عنده يشتري دي،
وعنده اشتري دي وعنده اشتري دي وعنده اشتري دي، والراجل بتاع التصنيع عنده يعمل دي وعنده يعمل دي، ده عاوز دي كمان برضو اشتري، وعنده يعني شوف هو كل ده شراء، وهنا هيعمل بقى الاسامبلي، ده هيبقى هنا شوف بقى الانتاج، وهنا شوف الايه الانتاج فابريكيشن، كنا عملنا كده اكس فابريكيشن فابريكيشن، والباقي ده الصح دون كله مشتريات، يبقى بتاع مشتريات ياخد دوره ويشتغل، وبتاع الانتاج يشتغل في دوره، هيجي له بقى الاوامر دي تنزل له هنا عشان يعمل صب اسامبلي، ينزل له هنا للفابريكيشن في الوقت ده اللي هو عند ثلاثة، وينزل له اسامبلي في محطة تانية عند خمسة عشان يعمل صب اسامبلي، وهنا هينزل فابريكيشن عند دي عند ثلاثة، وهينزل له صب اسامبلي عند ايه عند ستة، وينزل صب اسامبلي اوردر عند ثمانية مرة تانية عشان يعمل فاينل ايه واحد بقى يقول ان احنا بنعمل سيفتي ستوك ولا ما بنعملش سيفتي ستوك. حقك انك تعمل سيفتي ستوك وتحدد برضه في البين كارد، تقول انا عندي ماكسيمم انفنتوري قد ايه ومينيمم انفنتوري قد ايه، منهم قد ايه سيفتي ستوك، كل الكلام ده وارد، عمليه تخطيطيه كبيره جدا يعني. طبعا نشوف المثال ده عشان ايه نفهم احنا هنعمل ايه بعد كده. تعالوا نشوف الحالة اللي قدامنا دي. ايه الحالة اللي قدامنا دي؟ ادي المنتج النهائي فينش برودكت، بنسحب منه من المخزن كده اهو، واول ما اوصل للري اوردر ليفل اهو الري اوردر بوينت اللي هو ده، بعيد الطلب وبيجي لي الطلب بعد كده هنا تاني يعمل ريبلينشمنت وابتدي اسحب منه تاني. المنتج ده مكون من A ومكون من B، كومبوننت 1 وكومبوننت 2. تعال نشوف هنا لو هو عمل ريأوردر، هو لقى انه ما عندوش من الكومبوننت الاولاني، عمل ري اوردر فاخدت ليه تايم قد كده او كانت قبل كده ما حدش عارف، فوصلت البضاعه هنا، فالمخزن من الكومبوننت الاولاني ارتفع، فضل قاعد ساكت ساكت جوه المخزن ما بيتحركش لغايه لما جاله ري اوردر عند النقطه دي، راح واخد كل الكميه اللي موجوده وهبدها لتحت، رجع تاني للري اوردر عمل اوردرنج ومشي كده هو لغايه لما جت البضاعه تاني وطلع هنا اهو، ها وفضل المده دي كلها ما بيستخدمش الانفنتوري لغايه لما جت النقطه بتاعت الري اوردر الجديده دي. التاني بقى التاني عمل ايه؟ هو كان عنده انفنتوري موجود اهو مشي معاه لغايه لما اداله امر الريبلينشمنت، فراح عند النقطه دي زي الاولاني هبد اللي موجود عنده صرفه عشان يصنع، وبعدين راح على طول بعديها طالب مره تانية جات له البضاعه في الوقت ده، قعدت عنده البضاعه في الوقت ده ولغايه لما وصل للنقطه دي صرف مره تانية. هنا العمليه بقى ايه مكلفه جدا، لانه الكومبوننت الاولاني قعد عنده المدة دي كلها اهي من غير ما يستفيد منها حاجة، بيدفع عليها هولدنج كوست، والمدة دي بيدفع عليها هولدنج كوست، والمدة دي بيدفع عليها هولدنج كوست، والمدة دي برضه بيدفع عليها هولدنج كوست. يعني شايفين في الكومبوننت 2 قعد عنده تقريبا طول السنة 100 موجودة،
الام ار بي بقى مش هيعمل كده، ده اللي في العادي كل ما يوصل للري اوردر يطلب، وده هو قاعد كده بتاع المخزن كل ما يوصل للري اوردر يطلب، يجي له بضاعه تفضل قاعده مركونه عنده محدش بيستخدمها. لكن بقى لو جينا احنا صرفنا تصرف تاني، هو مش هيطلب هنا عشان ينتج، يعني هيصرف من التو كومبوننتس اللي موجودة عنده، ها اللي هم كومبوننت واحد واثنين، فهياخد بالراجع المسافة دي اللي هي بتاعة الليد تايم بتاع البروكيورمنت، فهيطلب من هنا هيطلب يوصل له ينور، أول ما توصل هيروح صارفها مش هتقعد عنده، ويطلب من الكومبوننت التاني هنا اهو، واول ما توصل هنا اهو دي بتوصل هنا، فهو اخدها بالراجع، دي بتاخد وقت قد ايه، فرجع من النقطه دي للنقطه دي ورجع من النقطه دي للنقطه دي حسب الليد تايم، فالاثنين وصلوا واتصرفوا ما عادوش في المخازن ولا دقيقه، وبعدين هيفضل ما يعملش حاجه خالص وما عندوش حاجه في المخزن لغايه لما يوصل للنقطه دي تاني، هيطلب هتاخد الوقت ده لغايه لما تيجي البضاعه، والتاني برضه هيطلب لغايه لما تيجي البضاعه ينور، وبالتالي مش فيش حاجه هتقعد عنده في المخزن. يبقى الحل ده ما فيهوش عمليه تخزين تماما، هو اخذ كل حاجه بالرغم. اذا الباكورد بلاننج هو اللي هيفيدنا في الحته دي كويس قوي. تعالوا ناخد الاكزامبل ده ننهي بيه الحدوته. عندنا مصنع بيعمل حاجات كتير، وده الماستر ام بي اس، وده الاسابيع ويكس، لان هنا باحسن تخطيط بيبقى ويكلي عشان بيبقى فيه 52 اسبوع في السنه، وبينتج سنو بلور، انت عارفين بره بيبقى فيه تلج وبتاع، فهو الصبح بقى عشان يعرف يطلع بالعربيه في بلور كده بيسخن بيه يفك التلج ويقدر يكسحه ويطلع، فبيعمل تو تايبس، واحد 12 انش وواحد 14 انش، يعني ده الاند ايتم وده الاند ايتم، فهو محتاج البلان بتاعته 250 في الاسبوع ال 12 من ال 12 انش و750 في الاسبوع ال 13، وزي ما انتم شايفين الباقي. وبالنسبه لل 14 انش برضه نفس القصه، عاوز كده وزي برضه ايه عاوز الباقي. اول حاجه بنعملها البرودكت ستراكشر، ده بتاع 14 انش مكون من حاجات كتيره، وهنا ده الويل اسامبلي مكون من بليد اسامبلي وويل، وده الانجن اسامبلي. هنبص للحته دي بس مش هنبص لبقيه الشغل. الواحد دي معناها بيركب 1 في البيرنت، وال1 دي معناها بيركب 1 في البيرنت مباشره، وال1 دي معناها برضه بيركب 1 في البيرنت مباشره. اذا 1 اوف سنو بلور هيبقى عاوز 1 انجن و 1 اير فلتر اسامبلي و 1 فلتر هاوسنج. طبعا ممكن يجي لك الامتحان بيبقى فيه بتاعه كبيره اقول لك اشوف لي بس الحته الصغيره دي. ادانا بقى الانفنتوري والاون هاند ستيتس بتاع كل الحاجات اللي موجوده. عندنا في المخزن ده في 450 يونتس available، وفي من اير كلينر عندنا 250 يونت تو ستارت ويز للنهارده اللي هو في اول البلان، وعندنا 500 من فلتر هاوس. الليد تايم اللي هو بتاع المانيفاكتشرنج او بتاع التوريد 4 بالنسبه للاولاني و1 بالنسبه للثاني و2 بالنسبه للثالث، يعني كان ممكن نكتبهم كده بره 4 يبقى 4 مثلا واثنين واحد بقى واحد واثنين
ونكتب 1 و2، نحطها في دايرة ممكن، 1 و2، ويبقى كده المعلومات اللي أنا عاوزها كلها جاهزة. تعال نشوف بقى هو عاوز ايه، number of components، وعاوز 1250 في السكادجول بتاعه. اهو عاوز 1250 في الاسبوع ال15. يبقى عاوز بقى منهم بيركبوا واحد واحد واحد، يبقى عاوز 1250 انجن، وعاوز اير كلينرز ب 1250، وفلتر هاوس ب 1250، وادي الانفنتوري اللي اخدناه في الجدول اللي قبله، 450 من الاولانيه و250 من الثانيه و500 من الثالثه. النت ريكوايرمنتس المطلوب قد ايه؟ هتلاقي انه هنا ممكن 1250 ناقص اللي موجود في المخزن يطلع ب 800، و 1250 ناقص الموجود في المخزن يطلع 1000، و 1250 ناقص ال 500 يطلع 750. كده برضو غلط، مش ده اللي عاوزه. ليه؟ لانه هو عنده اير كلينرز فرط، وعنده اير كلينرز راكبه في الانجن، وعنده فلتر فرط، وعنده فلتر راكبه في الاير كلينر، وكل واحد راكب في الثاني. الاكتشوال بقى اللي عاوزه ايه؟ هو عاوز 1200. عاوز 1250، يعني الجراس ريكويرمنت انجن 1250، عنده في المخزن منهم 450، يبقى عاوز 800. دي الخطوه الوحيده اللي صح. الثاني بقى عاوز ايه؟ عاوز 800 اير كلينر، عنده منهم 250 في المخزن. عاوز 550 فقط لا غير. وهنا بقى عاوز من الجروس ريكويرمنت بتاع الفلتر هاوس عاوز 550 اللي طلعنا بيها من هنا، ودي 800 اللي طلعنا بيها من هنا، وعنده منهم 500، فهو مش عاوز غير 50 فلتر بس. بتطلع بقى مش عاوز 1250، ده عاوز 50 فلتر. هنرتبها ازاي دي بقى؟ والويكس بقى عشان نعرف التايم، ده عاوزها في الاسبوع الايه؟ ال20. وده بتاخد 4، يبقى هتبتديها في ال16، ويبقى ده نهايته تبتدي من ال16. ده بتاخد يوم او اسبوع، يبقى هتبتدي في ال15. ده ال15 كده تاخد 2 ويكس، يبقى هتبتدي في ال13. يبقى انت هتبتدي انتاج بتاع الاوردر ده ريليس، والاوردر ريليس هنا اهو، وهنا في اوردر ريليس. يبقى ادي 3 اوردرز مختلفين، شويه التصنيع دول بالكميه ال50، دول بالكميه ال50 المطلوبين، ودي بالكميه مش عارف ايه، ودي بالكميه دي. بيرتبوا الحكايه دي في الجدول ده، يقول لك ده السنو بلور، ده الاند برودكت او 1250. ايه ال 1250؟ ده الجروس ريكويرمنت. وبعدين بنحطهم كده ورا بعض، سكيدجول ريسيتس واون هاند انفنتوري والنت ريكويرمنت وبلاند اوردر ريليس. فانا السكيدجول ريسيتس مفيش وما عنديش حاجه في الانفنتوري، يبقى انا عاوز 1250. ها 1250 لينا هنا، هي بتاخد 1 ويك، يبقى هترجع بيها 1 ويك، يبقى 1250 ده البلاند اوردر ريليس، يعني حد هنا اوردر ب 1250، عقبال ما يتجمعوا هياخدوا اسبوع، هيبقوا موجودين عندي في الاسبوع ال 21. طيب هم ال 1250 اللي عاوزهم دول هينزلوا هنا في ايه؟ في الجروس ريكوايرمنت بتاع الانجن. الانجن ما عنديش انفنتوري سكيدجول ريسيتس، عندي 450 انفنتوري، هيبقى فاضل لي 800، بياخد 4 ويكس، ارجع كده 4 ويكس
يبقى انا في الاسبوع ال15 هيبقى عندي 800 هنا، ال800 دول هينزلوا من هنا، ومعنديش سكيدول ريسيتس، وعندي 250 في المخزن، فهيبقى النت عبارة عن 550، بياخد اسبوع هيرجعني هنا اسبوع، وبعدين يبقى ال500 دول عاوزهم هنا اهو، معنديش اكسبكتد ريسيتس، عندي 500 في المخزن، هيبقى عاوز 50 فقط لا غير، وال50 بتاخد 1 ويك، يبقى هعمل اوردر ريليس عند الاسبوع ال13. يبقى الاسبوع ال13 هدي اوردر بتاع الفلتر هاوسنج، في الاسبوع ال15 هدي اوردر بتاع الاير كلينر، في الاسبوع ال16 هدي اوردر للانجن، في الاسبوع ال20 هدي اوردر للايه دي الاسامبلي بتاع السنو بلور كلها على بعضها. الجدول ده احنا بنعتمده وبنشتغل عليه بصفة دائمة. طبعا احنا لما كان عندنا هنا عشان بس نلاحظ ال1250 اللي موجودين دول، وعندي قال لي هنا انفنتوري 450 منه، مين قال ان انا هيفضل لي 450 دول، هيفضل لي 450 لغايه لما اجي اصنع دول؟ طبعا ده الكلام مش مظبوط، لان لما اجي اصنع ال1000 ممكن اخد منهم 450 اذا كان، فلازم يقول لي 450 اللي جايين امتى، يعني يقول لي مثلا ان هم جايين هنا اهو او هنا اهو، فهيبقوا افيلبل لل1250، لكن غير كده انا لازم اعمل سكادجول لدول، واعمل سكادجول لدول كده اهو لغايه لما اوصل هنا. ممكن 450 دول يكونوا 4500، وممكن يكونوا عشان ده مالتيبل مثلا، او ممكن يكونوا ما فيش خالص، او ممكن يكون في اي رقم تاني. فاذا مساله السيرش لازم احط كل الريكويرمنتس دول على نفس المساله، يعني مثلا ده في ال11 اللي هو ال1000، وبعدين في ال13 500، فاجي كنت اكتب هنا اهو في ال13 500، واحل المساله دي الاول، ما حلش المساله دي الاول، وفي حاجه ان بتوين كمان بعد ايه 15 باين كان مش عارف كام، افصل النوم 300 مثلا ولا واتبر او 500 تانيين، ان اللي هيفضل من عند ال 500 الاولين في انتاجهم هيفيدني في اللي بعديه، واللي هيفضل من دول هيفيدني. فاذا انا كنت لازم احط الماستر برودكشن سكيدول كامل عشان اقدر اعرف الكميات اللي هتتولد عندي، وهاطلب قد ايه، واشوف مين فيهم لوت فرضات ولا فيهم مالتيبل ولا فيهم فاريبل ولا وات ايفر، ايه هي الموضوع اللي موجود. فاهمين ولا صعب؟ حد يرد عليا يا جماعة؟ محدش عاوز يرد عليا؟ تمام يا دكتور معاك. مين بقى اللي بيرد عليا؟ نور. نور انت جيتي؟ ايوه دكتور معاك يا دكتور. موجودة بس لا اصل موجودة ايه، ما انا قدامي الاسماء اهو دلوقتي، اه موجودة لكن قبل كده ما كنتيش. موجودة بقالي شوية. يعني بس ما دخلتيش ستة يعني؟ لا لا ما دخلتش ستة. طب اعتقد انك فاتك كتير اذا كنت ريحتي شوية. ماشي اوكي، حد عنده اسئلة؟ اللي حد عنده اي سؤال يسألوني. ها طيب انتوا حرين. ماشي يبقى يوم الحد الجاي ميعادنا ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هناخد بقى السكادجرينج. هو الباشمهندس احمد عثمان هيديكوا المسائل على الحاجات دي. اوكي قال لي هيعملها معاكم زوم ولا هيعملها معاكم على اونلاين، انتوا اتفقوا معاه شوفوا هيبقى امتى ان شاء الله. ماشي يا جماعه. تمام يا دكتور. اوكي هو ده كل متر بعت لكم المتر ولا بعت لنا الدرجات؟ بعت لنا الدرجات وحشه ولا كويسه؟ كويسه. اه تمام طيب الحمد لله. شدوا حيلكم بقى يلا. اوكي يلا تصبحوا على خير.